They don't want, yeah, they don't want to hear the truth. And they pretend that we are haters. They don't want we for every voice about the truth, and they pretend that we are haters. I'm not a hater, I'm not a hater, I'm not a home. I've never been so. I'm just like you see. I never can burn my feeling. I'm not able to feel the truth. We are an unlucky country with our neighborhood. We've no neighbor, no brother, all around our nice kingdom. We're not a hater, I'm not a hater too. They keep on lying, pretending they'll always be our brother. I see here, they can never move me anywhere. It's not the time to leave, it's not the time to give up. I say the truth, I'm so much happy now. The message is everywhere. All Moroccan people are away. I'm so happy now. All Moroccan people are away. They keep in war against you, betrayed their views. There's no time to believe you now. I'm so happy now. You can't find any Moroccan could trust you. I know you are my best and last eternal enemy. Don't tell me once again you're my brother. The message is everywhere. I know the American people have understood. It's my best day, better than yesterday. All American people now know who really you are. We're not the hater, I'm not the hater too. We are not the hater, but we can't trust you anymore. I'm not a hater, I'm not a hater. تحية لكم وتحية لجميع الأصدقاء. احنا غير مقصرين ولكن هما كنسين لنا هنا. يلا حيدوا لنا الفيديو اللي درت مع أختنا رجيس جون سيباش بقات في الكونت ديالها ولا ما بقاتش. المهم اللي هو مهم اللي هو مانيفيك اللي هو فريمون مانيفيك مانيفيك حاجة اللي هي مفرحة ديالنا واخا نمشي في حالتي كاع. الميساج داز، المغاربة عرفوا، هما راه عرفوا، ولا كيجوني لي ميساج من برا. الميساج داز للمغوكان ديال هنا وديال برا، عرفوا الرساله اللي كان عطاها الحسن الثاني الله يرحمه مع من حشرنا الله في الجوار، راه دازت.
حنا لا نحرض على الكراهية، هي اوكين انسيتاسيون على هان كوم يل بريتوند. حنا اون سو ديفون مي كاسي يعني هنا اون سو ديفون، نعتونا بجميع الناس جميع شو هنا في العالم بالملايير الدولارات. عطاو واحد الصورة علينا اللي هي انكرويب، حتى بنادم ولا المغرب كيبان ليه ما نعرف شنو كاين، ولكن الحمد لله غراس غراس ا سا ماجستي سوا لا ريزيستونس والصبر ديال الحسن الثاني الله يرحمه، اي لا بيرسيفيرونس ديالو ولي كونساي ديالو، واليوم على كونتينيتي دو لا ساجيس، اليوم استمراريه الحكمه والحكامه ديال اللي خدا المشعل، خدا لا رولاف، خدا لو تيموان اللي هو سيدي محمد الله يطول عمره، اللي زعما واخا هكداك ما كيلونس لي ما عمرو قال شي حاجه دو كار. مينو حنا ديما رسائل سلميه مع عند الملك ديالنا، ولكن هما كانوا كيعتبروها خوف وكيهدونا بالسوخوي والاس اس 300 والاس 400، يهدونا بكذا وكذا، فهمتي؟ بغير السبان كيسبوا ويهدوا ويعايروا ويحتقروا ويجيو في جميع المحافل الدوليه كيهضروا بالخرقه ديال البوليزاريو باش يعطيو صورة علينا ما هياش أننا دولة استعمارية، أننا دولة ديكتاتورية، دولة طاغوت وكذا. وصور خلي الأكاذيب اللي كيدور الحسن الثاني والله يرحمه وكملوا على سيدي محمد الدعايات جميل. اليوم الحمد لله اللي هي إيسونسيال، كاين بعض الخوانة اللي هما كيتمشاو بالفلوس وصحاب السنيف وصحاب كذا واللي كيبليوهم وبعد كيوليو يطلبوا منهم اللي بغاو. المهم المغاربة اون جينيرال ا 100% بلي ان 4 ولا 5 ديال الناس 40 مليون مغربي ما نحسبوهمش حنايا، فهمتي؟ لان المغاربه اللي كيديروا الشوشره هنا وكيبغيو يخسروا المصداقيه ما بين المغرب، ما بين المغرب، ما بين النظام المغربي وما بين التسيير المغربي والنجاحات المغربيه في جميع الميادين، والشعب يحرضون الشعب على اي فرصه، ولكن الايادي والافكار الجهنميه والشيطانيه كتجي من الجيري توكو بلا ما نبقاو ندرقوا التسميه. الدوله الوحيده التي تريد اقبار الملكيه وتشتيت المغاربه وتفقير المغاربه وقتل المغاربه كما قتلتهم في الصحراء المغربيه هي دوله الجزائر. حنا لا نحرض على الكراهيه، هذا واقع والتاريخ يثبت ذلك وحنا كنبحثوا في التاريخ. دونك انا بالنسبه ليا لا ميسيون ديالي الي اكومبلي، ما ميسيون الي اكومبلي، المهمه ديالي اديتها. غدا بغدا غادي جو في كيتي اليوتيوب وهاد لي ريزو كاملين لان المهمه الناس راهم كاينين دابا في المستوى شادين لا رولاف، شجعوهم. ما نقولكش دابا غيفرحوا يقولك راه يمشي ابراهيمي، ما نقولكش دابا مي جو في راني غادي نمشي، لان شفت الصراحه كاين في المستوى اليوتيوبر ديالنا في المستوى ومؤدين المهمه يوميا وكيديروا لا رولاف، وهناك تكامل ما بين المؤثرين المغاربه، ما بين هناك الثقافه العليا، هناك البسيطه، هناك مهم لا كومينيكاسيون، المهم الميساج كيوصل يوميا يوميا. هو خصنا نركزوا على الميساج، حنا ما نبقاوش نفكروا في الجيري باسكو الجيري بوغ نو نيكزيست با، ما نبقاوش نفكروا في العدميين ديال الداخل والعدميين ديال الخارج، اللي لان اللي كتستعملهم الجزائر باش تنتج، باش تزرع الشك بين الشعب والنظام ومؤسسات الدولة كاملة، من بينها البرلمان ومؤسسات الأمنية والمؤسسات. خصنا نخدموا عليهم وخصنا نتحاملوا عليهم كما استطعنا أننا نسكتوا هذو اللي من هنايا وبيناهم الحقيقة ديالهم بالدلائل بالدليل المادي افيك دي بروف ماتيريال. خصنا ندوروا هنا لهاد الناس كي سون اوتور دو نو، هادو اللي اوتور دو نو هما اخطر ما يكون، اللي كينساو الامه المغربيه وكينساو تاريخ المغرب وكيجهلوا وكيبقاو يخمو غير في المناصب والمكاسب وهذا، بلا ما كيفكروا انهم راهم كيأديو المصلحه العامه وكيمسوا بتاريخ المغرب وسمعه المغرب واستقرار المغرب. لان الاستقرار والامن هو اللي كيضمن لك النمو. احنا كنقولوا هاد الهضره، راه شوف حنا كنقولوا هاد الهضره باسكو راه حنا عارفينها كاينه، حنا عارفينها كاينه، راني نقول هاد الهضره انا حتى كنقول لك ان من هنا من المغرب، من داخل المغرب، ما يهمهمش النجاحات اللي كيحققوا المغرب، وما كيهمهمش البنيه التحتيه كيفاش ولات، وما يهمهمش السمعه اللي ولات عند المغرب عبر العالم. كيهمهم المهم يديروا الابتزاز باغ نيمبورت كان مويان، ورحنا فايقين بهم، حنا فايقين بهم. وراه حنا كنقول راه هضرت على القضيه ديال لي بوفان اللي طلقوهم، ها
علاش ما جابوش الاشرطه ديال ايطاليا؟ علاش ما يقولوش ايطاليا لو بلو غران امبورطاتور ديال لو بوفان برازيليان؟ انت انا اللي كنعرف خصك تنشر الوعي. الا كنتي بغيتي تعارض، الا بغيتي تكوني تعارض ان هذوك لي بوفان، هذوك لو تورو وهذوك الاجوج من البرازيل، ما مزيانينش. كاين طريقه اخرى سلميه وحضاريه ومواطنه، فيها المواطنه شنو هي؟ تنصح الاتباع ديالك قول لهم ما تاكلوش داك اللحم، ولا تنصح كاع المواطنين قول لهم داك اللحم ما تاكلوش. الا طلبوا لك لي جيستيفيكاسيون علاش ما ناكلوش، قول لهم واش حرام ولا حلال ولا فيه الرهج ولا كان شي حاجه، اعطيهم دي جيستيف بلا ما تدير دوك الشوهات تخرجوا البقر برا وتطلقوهم والعالم الجزيره تصور والجزائر تصور، ولا ما تمشيو عند هذوك الناس تسولوهم بالميكرو حنا ما ناكلوش بغاو يجيبوا لينا شنو هذا العجب. راه الجمل فيه الحدبه كتاكلوه، الجمل فيه جوج حدبات وكتاكلوه، ها؟ والجمل انا كاع كيبقى فيا كاع، والله العظيم كيبقى فيا الجمل كاع، ما كنقدرش ناكل اللحم ديالو كاع. يلا وتقول لي انا هذا الشيء غير ان اكزومبل ديال الخونه ديال الداخل، ها؟ جي في كوا؟ جي باسي مون ميساج، ديالي غيسي سي تو، ها؟ مون ميساج غيسي. كل الناس كانت كتعتبر ان خاوة خاوة فري، اليوم الناس ما بقاوش كيتيقوا خاوة خاوة. ايه كاسكو تي فو كو جو فاس دوطخ؟ جو نو سوي كان ساب سيتوايان، وانا مواطن بسيط ضعيف، فهمتي؟ حب الجزائر تاهي، الله يعاونك بها، الله يعاونك بك بالجزائر تحبها. المغرب انا منعتك، انا جون انتر ديال بيرسون دي ميلاجيري، مي جو بار دو ماروكان لا فيجيلونس اي لا بريدونس. كيما غدرو جدودنا يغدرونا اليوم، ها؟ انا بعدا انا داك ليبوكريزي ديال انا جام فيف لالجيري وفيف اللي بغيتي، انا ماشي شغلي فيك. بغيتيني نبغي لك انا لالجيري صحه؟ انا ما عنديش معها دوله مجرمه، قتلت لنا 30000 مغربي وسجنت لنا 3000 مغربي وطردت لنا 350000 مغربي ودخلت علينا وداو لنا الاراضي ديالنا وما بغاوش يرجعوهم ومشاو بالحدود اللي عطاتها لهم فرنسا وما بغاوش يتذكروا، كانوا عاطين وعود لمحمد الخامس باش يبكوا في الطابله ويتناقشوا على الحدود الحقه وما تناقشوش عليها، مخرجين لنا العضلات ديالهم بالسخوي وبالاس 300 والاس 400، مخرجين لنا العضلات ديالهم بالاي ام بي، واش فيهم ما تبغى ترضوا المغاربه؟ داو لهم الممتلكات ديالهم، داروا عمليه اطلس اسني، اش فيهم ما نبغيها انايا؟ علاش دابا انا عندي لي زارغيمون، نهار كامل نتوما بوسبير بوسبير وانتوما لا باز ديال هذاك الشيء، دونك واليوم تورقتوا، المغرب، ما كيهدد ما والو. المغرب ها انت جاني ميساج ما جاني ميساج مغرب، انا باش نقول لك مغاربه فاقوا بالخصوص الجاليه المغربيه، جبت لك يا بوكو دو ميساج بارمي لي ميساج، ها هو الميساج اللي جاني دابا. انت كاتورز مليون دو متر كاري، محمد سيس، عرفتي شنو هي؟ لا تور، ديال لا تور محمد سيس، سميتها هذيك تاور محمد سيس اللي بسلا ناطحة السحاب، ها؟ هذيك راه كيبيعوا فيها دابا 14 مليون المتر كاري تقريبا، كلشي تباع 14 مليون المتر كاري اللي بغى يشري تماك. قال لك المغاربه اللي فيهم الجوع، شراو المغاربه اكسيزيمون ماروك، اليوم جات واحد لانونس على حساب برج محمد سيس، دونك بدا لا فونت ديال لو متر كاري 14 مليون، ما عرف هاد 14 مليون هنا في كندا ما محالوش عندنا 14 مليون لو متر كاري، مي كون ميم هذا كيبين بان البلاد تبارك الله فيها الفلوس كدور، سينو يطلب لك مليون ولا ميبا. ثاني حاجة من ناحية ديال السلاح كاين بعض الخوان، المهم تقريبا تلقى واحد لا ماجوريتي ديال المغاربة مع هادشي اللي كيديرو المغرب لهنا ضروري خصو يتقوى في السلاح وفي الاقتصاد وفي كل شيء، ولكن سيغتو لهاد السلاح هذا اللي هو ممنوع يتباع خارج أمريكا إلا بلوتوريزاسيون ديال بنتاغون ولا ما عرفتش مجلس الشيوخ شي حاجة بحال هكا اللي ما كيعطيوش أي واحد معطينو، يمكن غير إسرائيل ولا تايوان، يمكن اوكرانيا، تاع اوكرانيا وما عندهاش، لا عندها اوكرانيا يمكن الامارات، وعطاو المغرب صدقوا المغرب، هنا اللي كتعرف المكانه ديال المغرب والمغاربه راهم مع هذا الشيء. وكاين
هاد الخوانة كيقول لك ما تعيش على الغلاطة تديت على غدا ملي يجيب لك هذاك خينا الاس 500 ولا الاس 300 ولا هذاك العبيل ويبغي يدخل عليك البلاد باش غدا تحامي راسك تحامي ما تعيش. كما كاين بعض الناس كيقولوا شي كلام غير عشوائي هذاك شي عشوائي والله ما تقوى وما يعرفوا قوي لا يهنيوك سيرتو جيران الشرق لا الفوق ولا التحت ولا الجنوب ربي سلطهم علينا. مثل الحسن ثاني قال لك مع من جرى جورانا راه فيها كل شيء فيها عدو عاقل وعدو جاهل وعدو مفروح لك موريتانيا ما عدو بادم شعب الغبرة نتمنى بخير ان شاء الله وهدو يعني اخبار زوينه للمغرب والحمد لله راه غادي يتكالموا هذوك الجيران لان دابا صافي عرفوا القضيه هربت من يديهم. سي نورمال الهامر سي نورمال كانوا يهدونا كانوا يهدونا بالسخوي ويهدونا نهار كامل هما يديروا استعراض دابا جاتهم هذه. كندر اوتو تانكوس هايمر امريكان ها ايوا قاو دابا تخرجوا لنا في العضلات تماك ها هي هذاك لايف ديال ديال الحقائق ديال بوسبير بان ام حسن هي اللي باترونا الكبيره خرجوا لنا بزاف ديال الجزائريين وكنت انا بواحد كنت نط ديال ياسير وكلهم كيهضروا زوين على المغرب والأخوة وكفانا من هاد الشيء حتى هو سول قالوا هذا يعني سيستم جديد ديال الذباب ولا كيفاش لأن ما يمكنش الجزائري الأول كيقول لك حنا يا تاريخ مشترك وحنا يا خوت والدين وهذا وهذه خطة خبيثة كيديروها لأن عرفوا رسهم فشلوا في هاد تشويه المغرب دابا ما حدهم كيزيدوا ما حدنا كنجبدوا الحقائق والتاريخ والجغرافيا وبالكتب بالحقائق دابا كتفيق ليهم الشعب الجزائري هذاك اللي مغلوب عليه من امره ولو كيعرفوا راسهم بانهم ما كيسوا والو منهم بنقلنا اللي قالت لك انا طنجاويه قصدي طنجاويه ولو كيتملصوا من التاريخ ديالهم لانه لا تاريخ لهم وملي جبدنا ملي جبدونا وجبناهم عرفوا راسهم بان الشعب غادي تنوض ليه واحد البلبال بحال كتفيقوا ودابا ولات عندهم على ما لاحظت هذه الخطه الخبيثه ديال زعما كالم داون عاد زاد كملها وجملها ملي قوات المساعده جابت قوات المسلحه الملكيه الله يحفظها لنا مرابطين لتحت في الجنوب وفي الشمال وفي كل شيء في الحدود اللي مخلينا من بعد الله سبحانه وتعالى الامن والامان جابوا هاد كاع الراجمات الصواريخ ديال العالم ماشي غير ديال امريكا حتى مام اوكرانيا استغربت علاش المغرب عطيتو هذاك ديال 300 كيلومتر وحنا ما عطيتوناش عطينا غير ديال 17 كيلومتر. المهم من هاد الشيء كامل يمكن هذه خطه خبيثه ديال الكبرانات باش كالم داون باش ما يبقاوش المغاربه يزيدوا يبينوا الحقائق ديال التاريخ المنبود في الجزائر. دونك الله اعلم شنو الراي ديالك سي الغوتي انت عندك خبره. انا الراي ديالي ان بعدا الحمد لله هذا مواطن مغربي عادي درنا شي فيديو راه كنسمعوا لك وكنتونسوا بك بارك الله فيك فهموا الميساجات ديالك بارك بالضحك وبهذا ولكن الميساجات زوينه وزوينه سمعتي كيفهم اما هذاك كيقلب على ماطيشا باش يدير حق الازمه ولا هذاك خليه هذاك اصلا حتى شي واحد ما بقى يسمع له. سمعتي دابا هذا مواطن عادي صحاف دوركم. حاجه اخرى واش شنقريحه مشى يجيب البقر ديال البقر ديال اللي تلقوه في الرباط ولا كيفاش؟ كل شيء عاق هذا عايز هذا ميساج هذا ما نعرفه ما والو ولكن حنا محبه بيناتنا لان كيربطنا المملكه المغربيه. هاد لي ميساج عندي منهم بزاف المغاربه كلهم عاقوا اش كنقول لك حنا باش حنايا باش تصيدنا بليكسي دو كونفيونس ثقه زايده ثقه بلا قياس اللي تاق فيهم محمد الخامس واللي تاق فيهم الحسن الثاني في الاخر عاق بهم ولا فوت ديالنا ما كنقراوش التاريخ ما كنقراوش التاريخ وما كنقراوش ولادنا التاريخ الحقيقي
لنتفاداو الكراهيه، وهما راه كيكرهونا وحنا كنتفاداو باش نبينو للشعب ديالنا على ان داك الشعب كيكرهنا. الور كنبغيو ندركو الحقيقه، وكنضروا راسنا، كنضروا وليداتنا، وليداتنا على ان نيتهم. عقلتوا شنو وقع لايه العريف؟ ايه العريف شكون يعرف ايه العريف؟ اللاعب السابق ديال المغرب، ديال ليكيب ناسيونال، لعب في ليكيب ناسيونال ولعب في الوداد البيضاوي، اش وقع ليه مع الاماء الجزائري؟ شكون يعقل على ليستوار ديالو؟ هو هذا راه كان مع الجيريان وثق فيه، وماشي غير هو الوحيد، عدد كبير. انا لو جو نسيت با على ان جنسيت على فيجيلونس اي لا بريدونس، الحيطه والحذر. انا ما قلتلكش كره بنادم، انا راه ما كنكرهش بنادم، انا كنجاوبو مقدار ما كيسبني ويعاير ليا. هو يسب العائله ديالي، لان المغرب كله عائله ديالي، وانا نتفرج فيه، انا سبيكتاتور لي برا كروازي لي ولا لي غوتي ولا داري لي لي منوت، ها ضربني بحبه نعطيه 10. هادشي اللي كان يسيريالي، ولا مالنا حنا مزعوطين في اليوتيوب ومزعوطين في الاخر، احيد باباه نديرو واحد اخر تمنا حنا كاع. ها صافي لي ميساج وصل، عندنا لي موان دو كومينيكاسيون ديالنا، الميساج وصل. كتقول لي شنو درتي؟ الميساج وصل. كانت واحد لابارتي عارفه وساكته، وكانت واحد لابارتي كتهضر وما كانتش مسموعه، وكانت واحد لابارتي ما عارفاش. الحمد لله تو تي اوني اوجوردي، كلشي عارف. دكاتره دخلوا في هذا الكونسيبت، دكاتره ليكزومبل ديال الدكتور صنيبي، ليكزومبل ديال نبيل هرباز، ليكزومبل نبيل هرباز من قديم الزمان هو عنده هذا الكونسيبت، وعدد كبير كانوا يوتيوب ما كانوش مسموعين الدار. اليوم لا، اليوم خلاها صنايبي الثقه بالوثيقه، هذيك دي بروف ماتيريال. ها الميساج علما احنا باغي نديروا الحرب، باغي لا حرب لا والو. حنا كنقول لكم اننا انتم جعلتونا اننا نوصلوا لهذا المستوى، لانكم ديما كتخونوا العهد وكتخونوا الثقه. ها يا توجور ابي ماشي عاد ابي، دابا ترايزون الغدر. اوليو باش تقريو، اوليو بوكو لي زالجيريان انستخويز ليغ زونفون الى جينيراسيون des années 65 70 jusqu'à aujourd'hui باش يقريوهم على ان فعلا المغرب عاونهم في الاستقلال، يعني كيقريو هنا كونترير، يقولوا لهم المغرب خاننا. هو كي جاتك هذه يكذبوا عليهم، يقولوا لهم ماروك نوزا تخيب، وخروا يقول لهم المغرب خلانا نحاربوا وحدنا. على بومدين كان يحارب، على بومدين كان في الجبل، يا كان في المغرب. بن بلا كان في الجبل، يا كان في المغرب. بوصوف كان في الجبل، كان في المغرب. الحكومه كلها كانت في المغرب، وعلاش كذبوا عليهم؟ وعلاش حنا ما درناش واحد لو كونتر ايستوار، ايستوار مضاده اللي نشيعوها في العالم كامل بلي ديطاي، وحتى حنا نخسروا عليها فلوس، نبيعوا حوايجنا، نقولوا فوالا هاد الناس راه حنا اللي درنا وحنا اللي درنا، وتوصل شاك سيتويان الجيريان. ولكن هما سو سون كونسونتري اوندوكتريني على في لي سيرفو ديال لي الجيريان اون سو مومون. المغاربه كيقلبوا على الامن الداخلي، لان الجزائر كانت خالطه لهم الوسواس، هنايا كانت خالقه الوسواس ديال الشيوعيه وديال الكذوب ديال الحقوق والمعادله الاجتماعيه والروينه الكحله اللي بعد الناس باقيين كيبيعوا ويشريوا فيها. وزيد عليها القضيه الفلسطينيه، حقوق المغربي وحقوق العدل وكذا ومطيشه وكذا، وقضيه فلسطين ظالمه او مظلومه. الثقافه ما خداماش لينا خويا، حنا نسوم ان بيي مناسي، حنا دوله مهدده. سمعتي دوله مهدده؟ فعلا مهدده، مهدده من الخونه داخل البلاد، ومهدده من الجزائر بالضبط، والكلون ديال الجزائر كامل. لان الجزائر شنو ما تخسر عليك والو، دخل لك المعسكر الشيوعي والمعسكر الشيعي، وتبرزت لك الامن ديالك، وتهرب لك الاستثمارات، وتهرب لك المستثمرين، وتهرب لك السياح، وتهرب لك كل شيء، وكل شيء يتهرس، والفلاح والاوبيراسيون امبور اكسبور تحبس. وري انت، هذا هو التهديد. ها كنت تقول لي التطبيع، وتقول لي ها ولا كورد ابراهام شنو عطاك؟ عطاك الهيمرز، ها 300 كيلومتر بور تو ديفوندر، ما كنهاجموش حنا. ها انا جو نو باردون با، اسمح لي علاش جو باردون؟ جو سال ديو اللي يكون فيه لو باردون، انا ما عنديش الصفه ديال الله، استغفر الله غفر الله، هو اللي غفور رحيم. انا ماشي غفور رحيم مع الجزائريين، لان تعدوا علينا وباقيين يتعدوا علينا الى يومنا هذا. ما كنكرهمش، مي جو دو شوز اي كانت فورغيت اي كانت فورغيف. Je ne peux pas oublier et je ne peux pas pardonner. Et là, je pardonne, je vais un an, je vais dire, les gens qui ont été sortis, 350,000 Maghrébis qui ont été sortis, ils 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 ont été sortis, Allah. Mais c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Hada machi, chouf, hada, c'est pas un hobby, hada, les messages, les canards, c'est pas un passe-temps. Femme-t-il parler pour parler.
كندوزو لو ميساج دي ماروكان باش يوليو اقوياء لو ميساج دوفينيغ فور كومون دوفينيغ فور قراو مزيان قراو ما يربطوش فيكم ما يربطوش معاكم فقدان الامل والياس والبؤس هاد العدميين اللي هما واصلين هما قادين الغرض لان هاد لو ميساج هي باش تدي البوفوار الميساج ديال تهيج الشباب وتهيج الشعب ها ويعطيهم النظره السوداء هادو السوداويين هادو هما اللي خصنا نحاربوهم ها اما انا بالنسبه لي الجزائر سي تان بي كي ابارتيان لا فرانس بحد لا فرانس هي نايضه هكذا دابا واحد شويه تسمع الامريكان غادي يبرك لا فرانس الله يرضي يقولها مالك على هاد التقصقيص ديالك دايا سا كومونس دار سا كومونس لا بروف كو المغرب عطى الهمز للمغرب وما عندش اوكرانيا اللي مضاربه مع الكلون روس وعطاها للمغرب هنا تعرف لا فالور ديال لاكورد ابراهام اللي نادو شي وحدين يغوتو حنا باغيين تضربوا من ملهيه الاخرى جايبها جميعا واش بلا ما كياخذش عبره عباد الله هادو الناس اللي كيقزقزو كيحنقزو كيبنقزو ما كياخذوش عبره الجزائر راه جابت 25 دوله ولا 30 دوله تحاربك من 75 و 63 جابت جميع الدول الشيوعيه ومنهم مصر باش تدي لك تيندو باش تدي لك الفيقيق وبو عرفه وقرسي وربما وجده كانوا كيحلموا ويحيدوا الملك انتو يبقون هذيك غير البدايه كانوا باغيين يبداو بن واش ما كتعقلوش انا جام با لي جون كي اوبلي تري فيت ها ومن بعد دارت لك مشكل في الصحراء وجابت لك جميع انواع الدول تحارب فيك وباقي انت كتقول لي شنو تقول لي شنو بغيت ندير لك وكل المغرب دار معاهم هذا الشيء المغرب راه ما دار معاهم والو ما دار معاهم حتى حاجه المغرب ها المغرب اليوم راه كيفضح عبد الحق الصنايبي كيدوي من هنايا كيفسر من هنا التاريخ حاتم مرابط كيقلب لك على قاع الخابيه وكيجبد لك شكون هو كذا وشكون هو كذا انا ستيب كيجبد لك الاخبار يومين والتحليل يومين هرباس كي كاع اليوتيوبر نبيل هرباس كذلك كيرجع لك الميموار ديالك ان هاد الناس هاكي دايرين ها علاش دايرين هكذا ها جينيتيكمون وكل واحد خدام كلشي خدام كلشي كي ايوا كومون كيف زعما هاد الناس مسطين هادو فيهم العنصريه ولا فيهم الكراهيه ولا هادو ناس كيخافوا على بلادهم وناس عندهم الجراه وناس عندهم الايمان الايمان بالانتماء الواحد واحد الارض اللي هي شريفه ارض المملكه المغربيه اللي هي كتعطي بعدا هاد البلاد الا بغيتيها تعطيك ولا بقيتي تمنن عليها وتنوض عليها استغفر الله لا تعطيك بالله سمعتي هاد البلاد هادي الفوليمي بوغ كالتام Il faut lui donner pour qu'il te donne. Tu lui donnes un centime, elle te donne un milliard. هذه هي البلاد ديال المغرب. إلا ما عرفتيش هاد القيمة ديال هاد البلاد، فسر لي علاش دابا، فسر لي علاش دابا كي، كاع الأجانب كيجيو يعيشوا دابا في المغرب. حاليا، لي زوروبيان، لي زيسبانيول هربوا هنا، راهم خدامين أون نوار، الأتراك وها بعدا شوف واحد الميساج باش ننبهوا هادو صحاب العيالات ديالنا اللي كيتزوجوا بالأتراك وبالفلسطينيين اللي كي اتراك الفلسطينيين كيرجعوا دي بون وكيجي يتزوجوا بهم باش يوليو دي بون هادشي اللي كاين حاجه اخرى واش شنقري بلاتي نشوف لك الميساج صباح الخير سي الغوتي ولا مساء الخير عندكم شفت الفيديو ديالك جو فودري فريمون تو فيليسيتي في هاد لا ريشيرش اللي درتي تبارك الله عليك جبتي ليهم كملتي على ما قال سي صنايبي هذاك لو جورنال ديال ديلي نيوز دونك ايماجين الناس هادو من 2019 ولا 1911 كيديروا القلاقيل ايماجين دابا 2023 فريمون يفو اون انكيت دو ا زد سبحان الله العظيم كاع هادو اللي عندهم الدم ديال تركيا خايبين كاع المشارقه مازال الخليجيين شويه فيهم مزيانين عرب مازال عندهم هذيك النطفه عربيه زوينه ما تلقاش فيهم هذا الخبط اللي كاين في المشارقه المشارقه عندهم هذيك النطفه كاين بزاف الناس ايما راكونتي دابا ولاو كيجيو دي ترك كيجيو كيتزوجوا بالعربيات ولا كيبغيو يتزوجوا كيتعرفوا على البنات باش يتزوجوا بهم كيما بغات تكون طويله صغيره قصيره اكسيتيرا غير على الوراق شنو بغاو يديروا بهاد الوراق الله اعلم جايين من تركيا وكيبغاو يعطيهم دي كادو وكيتسرهم مع بناتنا تا هما كيضحكوا وراه كلهم وحده اللي دار عليها اون بريسيون شي تركي خصني نتزوج في الاخر جا نيشان قال لي على حساب الوراق سينو غادي يجرب عليا اي هاد 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 بنو كرغل وكراغلا وتبركة خصو واحد هادي منهم شكرا
العيالات هادو اللي كيجيو التركيين يجيو الاخر خص ماشي هما سي دي فيكتيم. الدوله خصها دير بحال امريكا بحال فرنسا بحال اوروبا ما تزوج به حتى دير ليه لونكيت يكون عنده مدخول يكون عنده كذا وعنده بزاف وشحال دوز في المغرب. الدوله خصها هذا الشيء. انا كنرجع اللومه للدوله ديالنا في الاعلام كنرجع ليه الاعلام لان المغاربه ما كيعرفوش كل شيء في التعليم المغاربه ما قراوش كل شيء او وزاره الداخليه وزاره الخارجيه خصهم يكونوا كونجوانتومون يشوفوا هاد الناس اللي كيجيو هنا يتزوجوا باش يديروا الاوراق في المغرب باش يديروا لي بابي في المغرب لان كاين دي بوست اللي المغاربه ما كيبغيوهمش كاين شي خدمه ما يبغيهاش المغربي وكاين شي حوايج المغربي باغي يخرج غير برا وباغي يحرق وباغي هادي والناس كتقلب تدي ليه بلاصتو هنا حتى كتخرج منك كيدير بلاصتك من هنايا الناس اللي هاجروا بكري كانت عندهم ظروف كانت قبضه امنيه لان كان تهديد بالانقلابات اثاره الفوضى والانقسام داخل البلاد وكانت الاقتصاد عندنا ميت كانت عندنا غير السياحه والفلاحه والسياحه عندنا ضعيفه لان كنا مديكلارين دوله فيها حرب. الجزائر مدوره في العالم كامل ان المغرب في حاله حرب حتى السياح ما يجيوش والفلاحه كنا ميتي ميم با لو مينيموم فيتال حتى الصادرات ديالنا كنا معارضين في اي حاجه نبغي نزفطوها الجزائر زفت لي زافوكا ديالها وكيحبسوها في الطريق يقول لك جايه من المناطق المحتله. اليوم الحمد لله ابري 85 ابري الفكره الواعره بزاف اللي هي تجيني ديال وقف اطلاق النار اللي دارت مع الامم المتحده ماشي مع البوليزار الجزائر ديال الحسن الثاني وبدا كيدير الجدار الامني وقوى الجدار الامني ديالو الجدار العازل وبدا كيبني في الصحراء وكيردها جنه لان سيتي با لا فابلس دي ماروك ماشي ضعف المغرب انه طلب وقف اطلاق النار اتفق على اطلاق النار مع الامم المتحده وبوليزاريو مع الامم المتحده والمغرب خدا داك السيسي الفو وبدا كيخدم بدا يرونفورسي الامن ديالو اول حاجه خصو يديرها خصو ما يبقاوش اللي جاي يدخل ويختطفوا لنا المغاربه كيف كيدخلوا كانوا يوصلوا ويجولوا كانوا يدوروا ويختطفوا حتى دابا يقدروا يدخلوا ولكن ما يقدروش يديروا نفس اللي بالطريقه اللي كانوا يدخلوا اون جروب اون باتايون ويختطفوا السراحه ويختطفوا البيع والشرايه ولي ترونسبورتور ولي فواياجور حبست. ومن القضيه كانت غاديه مزيان غادي ولومير ديال والحائط وهذاك الحائط وذاك الجدار ديال العز والكرامه اللي هما كيقولوا ديال الدم بدا كيطوال وبدا كيتصعب عليهم. نزار خرج الفكره باش يدير المخابرات خرج الفكره باش نقعد البلبله داخل البلاد بالعمليه ديال اطلس اسني ماشي انا اللي كنقولها رئيس نزار قالها قال لك حنا درنا لهم الاطلس اسني باش الجيش المغربي يطلع للشمال ويخلي لنا الجنوب نديروا فيه داك الشيء باش يحبس الجدار الامني. بغيت نرجعك دخل لاحمد منصور دخل الحوار نزار خالد نزار مع احمد منصور ديال الجزيره تخرج لك هذه الكلمه ماشي ديالي انايا فوكال نتي. دونك هذيك المده ديال وقف اطلاق النار عطات المغرب ان نوفو سوفل وبدا لان كان اللوجيستيك هاربين علينا في السلاح هاربين علينا وما عندهم ما خاسرين هما كيجيبوا لي مرسونار مخلصينهم حنا كيقتلونا الابرياء. ومن دار الجدار كمل الجدار الامني شفتوا فين وصلنا النوفو وصلنا الملك الله يرحمه قاد الامور الداخليه وخرج التناوب لالتيرنونس والاحزاب تحكم والاغلبيه هي اللي دير الوزير الاول وبقات غاديه الامور الى يومنا هذا. تشوف اللي صوت عليه الشعب هو اللي كيسير سيتو حقوق حق الاضراب وحق الاحتجاج وحق التجمهر وحق التعبير وحق كل شيء مضمون في المغرب. شكون اللي يقدر يحبسك؟ ما يحبسك حتى واحد. بالعكس سي غاب ولاو كيعايروا ديريكت هما كيمشيو حتى الحوايج اللي هما ما كضرش بلادي يمشي ليهم. هذا هو دابا هاد لاكور دابراهام وهاد الشيء راه هادي هذا هما اللي ما كانوش باغينو هما علاش غضبوا وكل شيء. وراه قال لهم تقايدي قال لهم مشيتوا تهجموا على المغرب راه مشيتوا فيها. هما كانوا كيفكروا قال لك الا عطينا للمغرب واحد الديلي ديال 3 سنين 4 سنين يولي قوي عسكريين وغادي يهرب علينا صافي ما نقدروش نلقاو ما بقاش يخضع علينا. هما كانوا يتمناو ان المغرب يضعف يضعف يولي بحال تونس او موريتانيا ويخلعنا ويخلعونا ونقول لهم نعم مولاي ونعم كذا ويديروا فينا ساعة المغرب مالغري صافا عصي فيا رياح وعطي ليا مطر سقفوا بيتي حديد وحيطوا بيتي من الحاجة اللي بقيت عاقل عليها. المهم ها انت دابا كتشوف دابا حنا بغينا غير تعميم الفكرة على ان المغربي خصو يكون راجل يكون راجل ما يبقاش يقلب على سيرتو السياساويين والإسلامويين
راه البلاد راه فيها الدين، هاد البلاد راه فيها الاسلام، كل واحد راه عنده السجاده ديالو يصلي عليها. حنا ما محتاجينش المهدي المنتظر الانساني، حنا راه كنعرفوا الشريعه وكابرين في الدين، كلنا مؤمنين. حنا ما كنقطعوا ما كنجريسيو ما كنشفروا ما كننافقوا ما والو، كنعرفوا الله. تسناو حتى شي واحد يدير لنا الدعوه ولا شي حاجه ويعطينا العداله السماويه. العداله السماويه كان عند الله، وكل واحد غادي يتحاسب كما كنقولوا بالدارجه كل شات وتعلق مقرحه يوم القيامه، سمعتي؟ وهاد السياسيين اللي كينبذوا مثلا هاد الوضعيه، حنا الوضعيه علاش ما كيكونوا صريحين مع راسهم يقولوا ان الازمه عالميه؟ علاش ما كيحاولوش يطمئنوا المواطنين ويعاونونا في الاستقرار؟ لان رحنا في حاله حرب، كما كناش في حاله حرب بيني بينكم، ها بيني بينكم سوايو نكونوا اغبياء، كما كناش في حاله حرب واش المغرب يجيب هايمرز؟ يلا لو كان المغرب ما كانش مهدد الميريكان تعطينا هذا الشيء؟ لو كان المغرب ما رجعش بالصواب ورجع العلاقه مع اسرائيل وتابع دوك صحاب الظالمه او مدلومه، يكون عندنا لي زافونتاج، ها يكون عندنا لي زافونتاج، اعتراف امريكا القوه العظمى، لافير ديال الكركارات، شكون اللي كيقدر يهضر دابا مع المغرب؟ تقدر تهضر اوروبا ما تقدرش تهضر مع المغرب دابا، حتى واحد ما يقدر يهضر مع المغرب عليه. والمغرب من الحد الان مازال ما كيقولش انا قوه ضاربه، ها هذه هي، هذه هي الحكمه ديال المغاربه. المغاربه في الدم ديالهم متواضعين في الدم، وهذاك التواضع ديالنا هو اللي كيبين لهادو اللي حدانا، هادو كيبين لهم على اننا حنا خوافين واننا خنوعين واننا حنا اون سي او دوني لو كو، نعرفوا فين نضربوا الضربه وقتاش نضربوها. يسبون هادو، هادو اللي كتقول لي انت يا كتير الكراهيه، هادو اللي كيعايرك بسبته ومليليه، ها هذا اللي كيعترف يعترف لك بسبته ومليليه اسبانيا وجزيره ليلى، هذا اللي كيقول لك الصحراء ماشي نتاعك، وشويه كيقول لك بوعرفه وفيقيق وجده تاعنا. تصنت ليا مزيان، تجي انت تقريني اليوم تقول لي انا يا احب الجزائر، ضحك عليا، ها واش ضحك عليا ولا كيفاش؟ شنو حسبتيني انا؟ ها انا راه قد جدك واقيلا، واقيلا كاين شي برهوش دابا كدوي ولا شي حاجه، سمعتيني كتضحك عليا انا؟ انا عشت حياتي كلها في الجزائر، وكنعرف المغربي كيفاش كيبان ليهم في الجزائر، والجاليه المغربيه كيعرفوا كيفاش كيبان لهم كيفاش كيشوفوا المغربي. ها انا قلت لك ما تبغيش الجزائر وانت بغيت حتى جهنم، انا شغلي فيك، انت حر في راسك، سير قولها لخالتك ولا لعمك، ما تجيش تقولها لي انايا. ها انايا في الجزائر نتحداك باش تسول عليا يوميا، ان باكار حياتي اللي كتشوفني اليوم يوميا في اليوتيوب، كنت تماك يوميا المضاربه على المغرب يوميا، وجيت لو سول ماروكان كوني، والعائله ديالي كانت لا سول ماروكان كوني، ما فراسكش. ونهار اللي بغاو يزيفطوا المغاربه كلها وعقليته كلها ودماغه كلها والتومبيرامون ديالو، نهار اللي زيفطوا المغاربه 75 لو سول حنا اللي ما قدروش يزيفطونا، بغيتو تفرقعوا. واكتشفت ساكنين حدايا اوتور دو موا دي سنتان دو ماروكان اللي مخبيين مساكن بالخوف، خايفين من المعيور والسبان. واحد اللي الواحد اللي كنت كنعرفو سميتو اس ام بي، عرفتو بلي مغربي وما عمرني قلتها ليه، وكيلعبها جزائري، هاي باش يهنيوه حيت قرا معايا وعرفت لو نون ديالو دو فامي اس ام بي، سون نون باتريمونيال، بدون اسم عائلي، ويداوت باتريمونيال نيم، وهاد الحرام يديرو لك باش يروبيريوك. دونك اش جيت توريلي نتايا؟ تقول لي يا لالجيري ما لالجيري، تقول لي انت شنو عطاتك لالجيري؟ انت راه كتخربق، راه نتوما الجزائريين، نتوما لي زالجيريان، كنتو مهاجرين، كنتو مهاجرين في المغرب، وديتونا معاكم للجزائر، كي رجعتو للجزائر، أنا داوني معايا ميزونك خوالي الله يرحمهم، والله يسامح عليهم، هما اللي داوني معاهم أنا والوالدة ديالي، والوالد ديالي ما كانش، كان مسافر، كان برا، قالوا لي خصك تدخل الجزائر استقلت وحنا محتاجين ليكم، راه معروفة لا فامي ميسلي في تلمسان ولا فامي بريكسي بحال بجوج خوالي. ودخلوني معاهم، انا كنت باقي صغير، انا تزادت فيه وجدان، كنا ديك الساعه في كازابلانكا، ها الزيراوي، انا ما عرفتش راسي فين، راني تا كبرت عرفت راسي مروكي، عرفت راسي كابر عادي، وبكري الحقره الحقره الحقره، وما عرفش علاش، ما عرفش علاش، ها انا ماشي انا اللي دخلت، شكون شكون دا المغاربه ليه؟ جوج ديال الناس
انا قلت لكم يدير المغاربه. فرنسا كدير المغاربه لانها كانت فرنسا. المغاربه كيمشيو يخدموا غير الشاقه في البني في كذا. الجزائر بناو هاي المغاربه، دوك العمارات اللي راك تشوف فيهم في الجزائر اللي بقاو في وهران وفي الجي ومستغانا، ما كانش المغاربه اللي بناوها، اليد العامله المغربيه، لان ما كانوش يثقوا فيهم لي فرونسي. والفلاحه كانوا شادين المغاربه، شكون داهم تماك؟ لا فرانس. زادوا تماك مساكن ما عارفينش واش هادي جزائر واش هادي سمينا فرنسا. اون 62 كي مشات فرنسا هادوك باش يعلقوا في حالتهم يقولوا فرنسا نمشيو معاكم، قالوا مساكن، قالوا دابا المسلمين غادي يتهلاو فينا. المسلمين غير بدات غير مشات الجزائر بداو كيحاربوا فيهم، يعيروا فيهم، يسبوهم ويسبوهم ويحقروهم ويشفروهم ويديروا فيهم اللي بغاو، يعطيهم جميع الالقاب غير مجرد مشات فرنسا. وكانوا كيموتوا من اجل الجزائر المغاربه مساكن. المراه ماتت لها 4 ديال الدراري جارتنا، 4 اولادها ماتوا لها في الجبل، 4 اولادها ماتوا لها، بداو يقولوها المروكيه. ها يلا مشات فرنسا، المغاربه بداو يحقروا الجزائريين، حقروا في الجزائر في الادارات، ما عندوش الحق في العمل، ما عندوش الحق في الملكيه. ها نومي في الدروبه في كارتي تما كان لي كارتي، راه ما كانش بحال المغرب تشوف هكذا ابارتمون دو ليكس، ما كان لا زاشالام اللي خلات فرنسا، ها جوج وما جوج هما بزوج. وتجي تدوي ليا تقول ليا لالجيري شنو عطاتك؟ حنا صوبنا لك شعب، شعب جزائري على قدو كنهرب للمغرب ياك. وكاين دي فيديو، ماشي اللي كنقولها، دي فيديو فرونسي كيفاش دخلوا هنا حفات ونعورات ومدورين عليهم غير الخيش، حفيانين وجيعانين وناشفين، ودخلوا المغرب فأحاطهم المغرب بالرعاية وأوامر ملكية من محمد الخامس اللي كتسبوه على أنهم اللي عنده شي الوسع يدخل جزائري يعيش عنده ويوكلوا ويشربوا. حتى المغرب دار جمعيات ولا كيعلم جزائريات الطرز والخياطة بيكوز والسيرجي، وعلمهم الطبخ وعلم ودخلهم يقراو قراوهم. والدليل أعطيناكم دولة، أعطيناكم دولة بها بشعبها، الشعب كله كيتقلد الجزائر، الشعب كله يتكون في المغرب دخل الجزائر وجاد يزيد تماتهم. انا باقي عندي كوبي ديال الرساله اللي جات الخالي، قالوا لي خصك تجي استقلال، حنا واقفين الجزائريين، حنا واقفين على المعلمين والاساتذه والحرفيه. هو كان فابريكون دو شوسيور، وتعلم الصباط في بوشنتوف في الدار البيضاء، واول واحد صاوب في الجزائر الصباط. ديك الساعه ما كانت السلعه صباط، السبردينه ديال البنو، السميله ديال البنو الفوقاني ديال الباش، هو خالد ادريس الله يرحمه، ميسلي معروف. وهنا كان عنده المحل الزراوي سميتو ميسليكس، ها هو يدخلنا للجزائر، حنا ما ندخلوش الجزائر. ها وكنا عايشين ولقينا راسنا. انا كبرت في العنصريه، ملي درت 8 سنين 9 سنين وليت كنسمع سميت مروكي ولد المروكي ولد المروكي، وهاد الالقاب لعلكم تسمعوا من الالقاب اللي عاطين لنا. عاد نتوما دابا كتقولوا لي ها سي نورمال، سي نورمال. كنت كنقلب كندخل الصوت كيتير الفرونسي وكنقلب على شنو ماروكان، وكنت عارف كل شيء، وهذاك الشيء كنت محمس وديما مضارب. انا كندخل الكوميساريه 11 اون، كان لك كتحل فمك وتشرك فمك 11 اون، كولوار طويل وفيه البيبان، كيقول لي صافي راه حنا سمحنا لك، وكاين شي خارج موجدين الركل، كل كولوار كتخرج منه ركله، كيصبطوني بالركل وباقي صغير، وكنغوت ونبكي والركل فيا. سمعت؟ وتجي تقول لي الالجيري ها؟ تعاود ليا الوالده ديالي قريساوها الجزائريه 700 مره 1000 مره على قبل اللي كتقول لهم المغرب كتبغي المغرب. ها وداروا لها بياج ودخلوها للحبس، قلبوا عليها ويرا في الحبس، على اللي قالت لهم المغرب وعاش الملك والمغرب خير منكم، دخلوها للحبس. حنا كندخلوا الجزائريين هنا للحبس، الا قالوا فيف بوخروبا ولا فيف ما كانش يدخل معاه، ما كانش يدوي معاه. ها حتى شافها واحد لو جيج شاف لاليس وهي لقاها مصلي، قال اش كيفاش كندير مصلي هنايا؟ قلت راه عايش شكون المصلي؟ قال كيفاش عايرت لنا ولا قالت الملك عاش الملك ولا شي حاجه. ها جيت تتقرا معايا تقول لي هادي ها سمعتي؟ خوتي اللي تزادوا من ورايا، تزادوا ورا خويا اللي تزادوا من ورا خويا جمال اللي تزاد في كازا، ها تزادوا في الجزائر، ما بغاوش يعطيهم السميه ديالهم، ما بغاوش يعطيهم اللقب ديال ابراهيمي، بغاو يديرهم اس ام بي والمعارف وكذا وكذا، باش داروا لهم ولد سالم، حيدوا ديك ها وبنت سالم. وبغيت تهدوي معايا نتايا ها عشتي نتا في الجزائر، عشتي حضرتي نتايا ال 75
حضرتي 75 كيلو حول الناس في الكاميوات، حضرتي لي انا ما حضرتش ليها في الليل والبرد، تلمسان الثلج فيها القفقف كيوقفوهم في كولو في واحد لاكور كبيره في كوميساريه تلمسان حدا لا بوست سونتروفيل، حضرتي ليها ها، ويدخلوهم تورا تور لاكاف الكلاس ويصوروا فيهم ويدوروا فيهم ويعيروا يسبوهم يحيدوا لهم ذهبهم ويحيدوا لهم سلاسلهم يقلبوهم الصاك يديوه لهم ويديو لهم حوالي. حضرتي انت ليها شتيها ها، كاين شي دوله دارتها؟ لو كون راجل كاين شي دوله دارتها؟ وقول لك حقا حتى المروك طرد، المروك عمره طرد تكذب عليا انايا، انا خوالي كانوا عايشين هنا، خوالي رجعوا عاشوا هنا، داروا لي خالي ادريس الله يرحمه دار هنا المحل ديال الصباط، دار في فاس ودار في كازابلانكا، مابقاش يهضر معاه، طردوش المغاربه في 63 الدوله ما بغاتش، الدوله ديالنا ما بغاتش تعترف بالطرد ديال 68000 مغربي اللي طردوش في 63، عندي دي تيموان جبتهم انا 63 مولا لا غير دي صاب الجزائر فولات 68 الف مغربي ديال 75 حضرت ليها انايا، جاو عندنا للدار وقال لي الشيف هذا عندنا اوامر ما نقربوهمش، وحنا اللي عيطنا حنا نبغي نمشيو، واحد خويا الكبير هو اللي هز الصاك قال بغينا نمشيو ريفولي بغينا نمشيو يون اون افي مار بغينا نمشيو، لان الكارتي اللي كنا ساكنين فيه بوغي ان كارتي بوغي ولا فيل بوغي دي لي ماروكان بارتو مروكي مروكي، تجي تدوي لي انا عمرني سمعت شي جزائري مهان في المغرب، عمرني سمعت شي جزائري مقلين مين قللوا منه ولا قالوا شي كلمه خايبه هنا في المغرب، عمرني سمعت بها ولا حكاوها ليا ولا عمرني شفتها كاع في التاريخ، بقاو نهضروا حنا على ام حسن بلا ام حسن بلا هادشي، هادشي راه شي راه غير خبايا ومازال مازال غادي يشتي المغاربه غادي يبقاو يحفروا، ها هما جبدوا لكم كادر كان جينيرال كان يعيطوا له الجينيرال وبغى يدير امير وبغى يدير لاخرايا لي ميسيون ديال البلع ديال حاتم مرابط، المغاربه راه مغاربه ها كتجبدوا جبنا شتو دابا ها فو زافي غيفيي ان مونستر فو زافي غيفيي ان مونستر، مغاربه كانوا هذاك لو مونستر الديناصور كون ناس جيت بروفوكي تبروفوكي هو انا لكم لو مونستر دي ماروك، ها الهايمرز من هنايا ها اليوتيوب زناضو حتى جنكريحه ولا يغوت، نتوما فوزافي دي بلوكي 540 مليار ولا 4 مليون تقريبا ديال الدرهم ديال الدولار، وكتقولوا المغرب الى دي بلوكي 140 مليون ديال الدولار، فين هي فين هي اليوتيوبر؟ حنا هضرنا بينا قلت لك كانت كاينه تصدقوا بها الناس ديال اللي محتاجين في هذا رمضان، والله ما ناخذوها بالله كاملين ها فين هي، انا بغيت نعرف هاد الجزائريين بغيت غير نعرف واش عندهم ضمير، هاد لا كاسيون كو جو مي بوز دوبوي 60 عام ملي كنت صغير، ملي كنت صغير عندي 50 كنقول علاش هاد الجزائريين دايرين هكذا، واش عندهم ضمير، واش ما عرفوش باللي داروا جرائم ضد المغاربه ولا عجبتهم ديك الجريمه، واش ما عارفهمش واش ما عارفينش باللي هاد القضيه ديال اليهود راه دايرينها غير سبه، هما الكراهيه ديالهم بلا اليهود، شالوم درتو مع اليهود درتو مع اليهود، نعطيهم واحد السؤال اشنو داروا لهم هما اليهود، ياك فرنسا هي اللي دارت فيهم الزوتي، ياك فرنسا اللي دارت فيكم الزوتي يا الجزائريين، علاش تحبوا فرنسا وتموتوا على فرنسا، وري شنو دارت لكم اليهود، انت سير قاتل في سير قاتل في، نتحداك ان اي عربي مغربي او جزائري او تونسي يمشي يقاتل اليهود في اسرائيل اول من غيقتلوه هما الفلسطينيين، الفلسطينيين غيقتلوه يقولوا بعد علينا والله ما يزقلوه، اول ما غيقتل هذا المجاهد هذا المجاهد هذا اللي كتشوف فيه حنا ظالمه او مظلومه يمشي لفلسطين غادي يتصدم غادي يقتلوه غادي يشدوه يكتفوه يديوه لاسرائيل تعدمه، تبقى غلط خدموا شويه ديال الذكاء غلب عليكم الغباء ها لا ستوبيديتي، ولكن لي زامبيسيل سون توجور اورو راه معروفه هذه القضيه، الضمير ما كاينش كتشوف دابا كتقراو غير من جهه التاريخ غير من جهه ان المغرب تعدى عليكم ان المغرب خدع يوغورطا وان المغرب بوخوس وان الامير عبد القادر، سيروا قراو ليستواغ اسبانيول قراو وات داو زيد دي تيل قراو واش كيقولوا هما الاخرين دي اودرز ها لي زونغلي لي اسبانيول لي فرونسي تقراو شنو ماروكان كاع، حنا منين جبت انا منين جبت لك هذا الارتيكل هذا كانوا طلبوني فيه نيت الاخوه
الاخوه طلبوني نقرا الفرنسيه لانه كنت نهضر البارح. انتهي ديلي نيوز، ديلي نيوز فونداتريس دو بوسبير اي ميزون دو كلوس دو ريبيتاسيون سورديد ني ان 1890 هادي غلاتي بار جورنال امريكان ان 1937. Les détails sont accablants. Hein? Voici l'histoire à suivre jusqu'à la fin. Journal Daily News, dans l'article du 30 mai 1937, il écrit « Une belle petite danseuse et prostituée algérienne sera jugée aujourd'hui à Fès pour le meurtre d'au moins, d'au moins d'une femme et l'incarcération, et la torture de quatre filles. Hein? » Et le meurtre encore d'un jeune garçon emmuré, Metfalhet, dans une cellule secrète de sa maison luxueuse. Surnommé de Om, Om Moulay Hassan, Mishi Hassan, que nous sommes Om Moulay Hassan, Bint Ali, cette femme, brune, Kan Samra, brune, tenait des maisons closes. En 1911, les révoltes ont été troublantes. Et innombrable, elle a été avertie, elle a averti les Français et elle a sauvé, elle cacha un officier et nombre, les officiers de nombre de 14 et beaucoup de Français, elle les cacha dans sa luxueuse maison, hein, secrète, et empêcha quand même leur capture là et le soulèvement. Elle fut blessée par balle, légèrement par balle, et pour sa bravoure, elle fut proposée candidate pour distinction de la Légion d'honneur française. Oui, c'est un palais le chef Kader, l'émir Abdelkader, pour la Légion. Mais vu sa profession, patron de prostitution et tout ça, cette nomination ou distinction lui fut refusée. Elle servait d'informatrice, indicatrice, Bergaga, bien, d'informatrice au maréchal Lyoté. En 1925, Moulay Hassan quitta Fès pour Meknès. Elle ouvrit une luxueuse résidence principale avant d'en créer d'autres, de nombreuses résidences, hein, et de maisons anglos. Donc, en septembre 1936, des enfants qui jouaient dans un champ près de la maison de Hassan ont déterré sous un figuier les restes d'une main humaine. La police, après investigation, a découvert une deuxième main et deux pieds découpés avec soin et bouillés bizarrement avant d'être découpés. Après leur examen, hein, approfondi, et c'est avéré qu'il s'agissait d'une jeune femme. L'enquête les mène à la maison d'Oum Moulay El-Hassan. Hein? Un gardien nommé Mohamed Ben Ali, interrogé, hein, il nie au début, mais après la pression, il reconnaît l'identité de la femme, les Kaygoul, c'était une pensionnaire chez El Hassan, nommée Sherifa, marocaine nommée Sherifa. Hein. Son interrogatoire, tout en fumant des cigarettes après cigarettes, Sherifa était retenue de force pour... après les interrogatoires, tout en fumant ses cigarettes, Sherifa était retenue de force pour le plaisir sexuel des invités d'Oum Hassan. Par force, hein. En refusant ce traitement, Sherifa fut torturée par jalousie avant d'être exécutée. Hein. En effet, Oum Hassan s'est vieillie, a perdu sa beauté. Elle ponda à la corde Sherifa avec son gardien, avec son domestique, hein, jusqu'à la mort. Ou quand les domestiques retenus chez elle, quand l'homme Sherifa est parti à Allah. Durant leur enquête, les inspecteurs ont entendu des bruits, des voix d'enfants, et elle répondit que c'était des rats et des taupes, de même que le gardien disait la même chose. Les inspecteurs ont percé le mur, ont démoli le mur et découvrit trois filles et un garçon de 15 ans mort de faim et des traces de torture. Donc, des tortures cruelles. Donc, un homme 15 ans.
Donc, emmené à l'hôpital, had l'enfant, had all, les quatre ont raconté la même histoire. Elle avait été attirée à la maison par des promesses de poste de domestique, puis elles ont été forcées d'être soumises aux caprices des invités riches et influents, les officiers de Chidir Bihum Abraou, dont Moulay al-Hassan. D'autres femmes ont disparu de cette maison bizarrement. L'une d'elles a été empoisonnée. Et les 15 domestiques, celles 5 ont été retrouvées. L'enquête a révélé, en novembre 1935, entre novembre 1935-1936, Kulchimet, les domestiques, 5 ont été retrouvés dans les lieux de la résidence. Donc, au lieu de la Légion d'honneur, les Kantrata Khuda, de Wissam, les Dénon Labkader, la Légion d'honneur, elle risque la guillotine. Âgée de 47 ans. La fondatrice, les Sitt Bouspir, était en prison. Des rumeurs qui sont en prison. On a marqué un don, je garde comme ça, des travaux forcés, condamné à 15 ans. Qui vous le fait exécuter, je suis allé dire que vous ou je suis allé dire que vous le 15 العام في لي طرافو فورسي وهي هذه نوماها ديلي نيوز نوماها ألجيريان دانسر ألجيريان دانسر وانس هيروين هيلد از ا كيلر ألجيريان دانسر وانس هيروين هيلد از ا كيلر هذا راه قريته لكم صحاب اللي بغاو فرنسي ها هو دونك حنا المغاربه اون جامي اتاكي الجزائر وما عمر لقاو شي كاب بحال هكذا. كان هاد لوكا كان كيوقع في الجزائر, كانوا دي فيول ديال الدراري الصغار, وبنات الصغار كيلقاهم ميتين. كنكونوا غادي نقراو تلقاهم مليوحين, كيقول لك مروكي هو اللي دارها, كانت الدعايات. من بعد حنا مشينا وكملوا لا ميم فوا. من بعد نهار العشريه السوداء شفتيهم فاس فاس, كيقول لك المروك هو اللي دارنا العشريه السوداء. الوغ انا كنت كنشوف ان الفيس نجح وما بغاوهش وناضوا ليه, وكيقول لك المروك شحال هذاك اللي قال ليه هاد الطوابير هاي راه عندي الفيديو ديالو. ها حتى وزير صاحبي قداش كيقول لهم الطوابير, سبب الطوابير هو المروك, هو اللي كيدير لكم الطوابير. انا بعدا كنت بلاصتكم نحشم نبان في القنوات ونقنعيات تقول المرار كيموتوا بالجوع. ها ياك دخلتك الاسواق وريتك المغاربه كيعيشين, وات لي فواتور اللي عندنا هنايا في لي فيل دو ماروك, ورا ما عندكمش نهائيا تحلموا بهم حياتكم كامله, تخدموا حياتكم كامله ما ديروهاش. دخل لي فيديو, شوف لي فيديو, كتدخلوا تسبوا وتعايروا, تشوفوا الطريقه تسبوا وتعاير. انا جو برون دي بليزير ابو فوار بو زيكلاتي لي غان و فوار زيكلاتي لو بانكريا. والله الا هادي ملي كان شفت كنشوفكم كتعصبوا وكتبقاو تسبوا وتعايروا. لي ماروكان ميغ دو فا, فين ميغ دو فا لي ماروكان؟ ها فين كاينه يا فينا يا ما عطيوه البنان. انا عم قصرين هنايا, مقصر ياك شي لعبت الجيتاره في الاول. ها انا عم قصر تشوفوني. شوف انا شي مرات غادي نجي ندير غير هكا نشوف فيكم, شوف فيا ونشوف فيك طاجين الحوت وانت ما طيب وانا ما ناكل. ها شوف فيا ونشوف فيك. الا فات انكم تشوفوني هكذا, je suis toujours vivant et toujours jeune, always alive, still alive and still young, always young, forever young, always happy in Morocco. Morocco هاد البلاد اللي كتقولوا فيها الجوع, علاش انا ما جعتش فيها اللي جيت من الجزائر؟ علاش انا ما تشرطتش فيها اللي جيت من الجزائر؟ علاش انا ما تسجنت فيها اللي قلتوا فيها الديكتاتوريه؟ علاش انا ما تسجنتش فيها؟ علاش انا راني منع؟ كتقول لي راكم انت راك مبرع وناسي. ايه مبرع, ايه الحمد لله في خير البلاد مبرع. مازال غادي نجيب لكم القصه ديال سليكا بنت عليكا, غادي نقلب عليها. سليكا بنت عليكا, جبت لكم القصه ديال العيشه الطويله, وجبت لكم القصه ديال كابويا. هادو راه فري, راه ما يقدروش يجاوبوا في هذا الشيء, راه فري. هادو عايشتهم, انا كنعرف انا العيشه الطويله ونعرفها, نعرفها ونعرف رابحة ونعرف شريفة ونعرف.
علاش؟ لان هاد الديسكور نورمالمون ما نهضروش عليه هاد الكونسيبت هذا، ولكن هما اللي الملك راه باقي حي وراه كيدير الدروس الدينيه والدروس الحسنيه. ها نتوما لا راكم ميتين بالسم وداكشي، الملك راه باقي حي، حي يرزق. شوف الملك راه انسان، الملك راه انسان. لو تيغوار، لو تيغوار جبدي البيام لو تيغوار. اه سمعتي كاين الباكيه سمعتي حلو جبد. الملك الله يطول عمره باقي حي، وحنا يا الكامبو يا الطق باللمو يا القليطي يا الكافي المحلب حتى ما عندكمش. شوف حنا الدستور ديالنا عندنا الملك يموت الملك يعيش الملك، مات الملك ها لو روا يمور فيه لو روا. كنعرفوا حنا ان ما عندناش مضاربه على البوفوار، عندنا ملك، وانتم هادشي اللي باغي تخلقوه فهمتي. كنتو تحلموا انكم تردونا الشمهوريه، ماشي جمهوريه، الشمهوريه، شمهوريه جيوعيه. ولي الملك مات، الملك مات. شوف شو الهضره كي داير، قال لك الملك مات بالجوع. اما فهمناكم شكون تقولوا عنده قصوره عنده هاني. ها انا بغيت غير نعرف دابا. المهم هذه ام حسن، نرجعك الموضوع المره الجايه غادي ندير لك كارتي بار كارتي. راه عندنا راه سينيالات، هذيك الفيديو ديال اللي درتها مع نرجس سينيالات، عرفتكم انتم اللي سينيالاتوها، ما فيها لا كراهيه لا والو، غير الواقع ديالكم. غادي ندير لك كارتي بار كارتي، وكل كارتي نعطيك السميه ديال الباترونا. ها وغادي نجبد السميه ديال العيالات اللي مزوجات كون يمشيو عندها. انا نور لكم شماطه في الدرب تماك، سمعت؟ نور لكم شماطه في الكارتي تماك، راني حشمت على وجه العائله ديالي، راه ما بغيتش نجبد العيالات اللي كانوا يمشيو، ونجبد الرجال اللي كانوا يتبدلوا العيالات بيناتهم. راه ندير لكم شي فوضى، راه ما كايناش تماك. يبقاو تعيروا مغاربه بالطعاره وتعيروهم، ها وانا كنعرفكم. ها قال لك واحد راه داير لي كومونتير زعما متقف بالفرونسي طويل وكذا، قال لك حنايا في لالجيري لا بروتيتيسيون ما كايناش، لي بوردين ما مشاو حيدوهم، وانتوما لي اسبانيول ولي فرونسي وكذا كتبوا عليكم عندكم لا بروتيتيسيون عندكم كذا عندكم. ياك اما انا نقول لك واحد القضيه، شتي هذوك اللي كيكتبوا على المغرب كتبوا لا بروتيتيسيون بيدوفيلي والحشيش، هذوك كاع بيي باغ لالجيري، كاع بيي بور لالجيري par l'Algérie. L'argent, 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 l'argent. Flous, 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 flous. Flous, l'Algérie. Bêche, ils chouent le Maghreb, ou bêche, ils mijoutent l'Algérie. En Algérie, il n'y a rien. Il n'y a que les bordels. Il y a que chenouk, n'a qu'un d'achkoub, qu'il y a qu'un nasoura. Le bordel, le halal, ou le zina, haram. Le bordel, le halal, ou le zina, ou haram. Le bordel, le halal, ou le zina, ou haram. Allah, il a dit, mais il a le bordel, il a un halal. كيقول زعما فيه مرا مرا فيها المرا. شوف ولا اختي موكا جو فوز اسيغ كو كتبني هنا لا بروستيتيسيون في الجيري عاديه، هادو اللي ردوها كتبان شي حاجه. انا جو فيها نوم موديرن، جو مي فيش دي جون سكي فيل، كلها عنده لو كور ديالو يدير بيه اللي بغا. جو سوي با ديو بور بور لو شاتي. مي الجزائريين يهضروا بزاف على لا بروستيتيسيون. كيل لو سكري؟ ها كيل لو سكري دو لالجيري اللي كيهضروا على لا بروستيتيسيون؟ بوركو لي الجيريان نو بار كو دو لا بروستيتيسيون؟ ها باسكو فيف دو دون، سي لور سوب كوتيديان. اي ساف تري بيان، اي سي تري بيان كو سا سا سور سا كوزين او ميم سا مير بوتيتر، باسكو هو كيقول لك انت امك وجيب اختك من الخليج. ها البردي الحلال le bordel c'est pas un péché c'est halal et la prostitution c'est haram. قال يقول لك لا بروستيتيسيون ليغال حلال ولا بروستيتيسيون اون نوار ها نون ديكلاري حرام. هذيك عندها لا باتونت اخرى ما عندهاش لا باتونت. واش كاينه ولا ما كايناش؟ وتجيب لي تقول لي انتم باقي عندكم باقي حنا ما عندناش، تضحك عليا انايا. هذيك الريد لاك ديك، الريد لاك ديك، الريد لاك ديك،
الريد لايك ديك اللي كنقولها لكم كتضرب لكم بحال ديك الدرسه كتكون ضرك ضرك. ها الريد لايك ديك كانت لا كو فيها لا كو واحد ورا واحد، عم كون شي فيه البوردال فيه لا كو فيه لا كو سيد الهواري وبيل في تاع تمشنت. والله ما كان بغي هذا الموضوع، ولكن راه هما اللي جبدوه، راه هما يقول لكم انتم عندكم الطائره وعندكم كذا. وانا كنعرف ان دوبي لونتو كنبه المغاربه كنقول لهم اودي راه الجزائر شاريه الصحف ديال العالم كامل، شاريه لي بلاطو د ميديا شارياهم، لا من فرونس 24 ولا من الجزيره، كاع لي بلاطو د ميديا اللي كيصولوا معطيهم دراهم وسام ما مارش بلي، قضاو عليهم غير اليوتيوبر ديالنا اليوم راه كيبغيو. كيبغيو. انا في وجده دخلت لوجده، كي دخلت لوجده جي تروفي دي زالجيريان في البار ديال شي بول، في البار شي بول شارع محمد الخامس لو كوان ديال الريد المازوزي، وعرفوني تطف قالوا جماعه وطوي جايين تماك داخلين بار لاسبان. خدامين خدامين كيديو لا شومبر وكيدبروا على الفلوس، كيجمعوا الفلوس كيرجعوا لاسبان، كيجمعوا الباكيه، لان وجده كانت مدينه محافظه وما فيهاش لي بروستيتي على ليبوك، مع لافاك مع داكشي شويه على قضيه. وعمرني جبت التسميات ديالهم باسكو ما ريسبكتي وجو لي ريسبكتي ونعرفهم بلي نو كلشي. قلت لك ماشي غير حنا اللي كنديروها، صحاباتنا اللي راهم في الناظور كيمشيو للبلايص اللي فيهم الشعب محافظ ويدخلوا لي بار ولي نايت كلوب فين يدبروا على راسهم. ايوا ها هو قال لك مصطفى الشيخ شمس الدين اعترف ان كاينه 8000 بيت دعاره في الجي. حنا ما بقيناش نهضروا، حنا دابا ولينا نهضروا على الهايمرز. الهايمرز شنقريحه راه اليوم اش غتعطيه روسيا؟ اش غادي تعطيه؟ اش غتعطيه روسيا؟ والاخر جاوب قال لك تهديد، انهم يهددون. وانتم اللي كنتو كتبريزونتيو لنا القوة الثاربة الجزائر، انها القوة الثاربة في المنطقة، احب من احب وكره من كره، وحتى العدو الكلاسيكي. عمرك سمعتوا الملك هضر معكم هكذا؟ ولا شي وزير هضر على الجزائر كيما هكذا؟ ها؟ انا دابا المغرب كيستعرض عليكم كيقول لكم راني شريت وغدا يدير واحد الديسكور. انا المغرب دابا كينوض كينوض يقول لكم ها راه حنا شرينا وحنا، ويطلق الصحافه ويخلعوكم. حنا ما نخلعوكم والو، كلوا واشربوا مما رزقناكم لعلكم تشكروا، عطينا غير اتساع. نتوما فين ما مشيتوا تجبدوا تابورديو لو سوجي ديال البوليزاريو، راه ما تحلموش تاخذوا شي مترو هكذا من الصحراء تدخلوا تدخلوا صافي. حنا خوت مع اليهود، لا ما كنمثلش غير راسي، كاين مني بزاف، كاين مني ملايين، كاين اللي كتار مني، مازال انا راجل شويه. قال لك فري بالستين حماده مسكين، واش هاد حماده فري ولا غير شي لوجيسيال كيدخل؟ حيت كيقول نفس الهضره فري بالستين، كيقول لك فري بالستين. شي قبل دوك الفلسطينيين يسلخوك يقول لك اش بغيتي تحيد لنا اسرائيل ونوليو نسعاو؟ شتي فلسطينيين اللي حيدتي عليهم اسرائيل يموتوا بالشر ويتقاتلوا بعضياتهم، وحق الله العظيم بالله نو نو سوم لا جينيراسيون ديالنا هنا واللاج ديالنا والباركور اللي دوزنا في حياتنا والكوميل دو كونيسونس والكوميل دو سافوار. اون بو اجوردي ديدوير كو سي اسرائيل باغ اكزومبل، سي اسرائيل با اشتي نوتر بي يدخل ليه وتخلي الفلسطينيين يتقاتلوا بعضياتهم وتولي تماك المجاعه شي ياكل شي. والله قسم بالله سي كوم سي تاريفي اون الجيري، اون الجيري لا فرونس اي بارتي لي الجيريان سو سون انتروتيي. كاينه ولا ما كايناش؟ واش كاينه ولا ما كايناش؟ ان فوا لا فرونس اي بارتي بوم ديال قتل 19000 واحد، وبقات القتيله القتيله القتيله، كاع الثوار الحقيقيين المجاهدين المناضلين الحقيقيين تم اغتيالهم داخل وخارج المغرب. ونهار اللي احمد منصور بوتفليقه سول بوتفليقه قال لي كذا انك تتهمني بانا، بقى كيغمق عليه بوتفليقه، بدا كيغوت. دخلوا عاود ثاني قولوا لي ديالي، دخلوا اللقاء ديال احمد منصور ديال الجزيره مع بوتفليقه اللي قال ليه من قتل كذا ومن قتل كذا، انك تتهمني واحرز عندما تقول واننا
ياك بوتفليقة حتى هو مول الزلط والتفرعين، ها الزلط والتفرعين، الزلط والتفرعين. نقلب على هذه ديال بوتفليقة، ها هي هنا لقيتها، ما لقيتهاش لا بروشين فوا، حيت ما كان بريباريش انايا. الزلط والتفرعين. ربي صابنا معاكم وصافي، وحق الله العظيم إذا صابنا الله معاكم، وحق الله العظيم إذا صابنا الله معاكم. الزلط والتفرعين، وكان صفقوا عليه. والله لا واعر هذا بوتفليقة، والله مغربي مخزز. الزلط والتفرعين، الزلط والتفرعين. بغيتيها؟ هات هادي راه مسجلة، هادي مع الكاف. شتيها؟ الزلط والتفرعين، الزلط والتفرعين. وتصفاقة عشان حي تحيا بوتفليقة. أنا شنو نقول؟ الزلط والتفرعين، بوتفليقة جا عنده واحد جزائري فيه ديك القضية ديال القومية والعربية. أنا بوتفليقة راه نمس، ونمس راه وجدي مخزز. قال ليه علاش سعادة الرئيس، راه هو كيحكي راه ماشي أنا، علاش ما نديروش حتى حنايا الإعلام ديالنا فيه كلمة يا الله ونديروا الله أكبر ندير هذه. قال لي ما كان حتى مشكل، قال لي غادي نجيبوا الإعلام ونديروا فيه الله غالب. هذا ما بخالكم يديروا الله غالب. هو الذكي اللي دار الاعلام ديالو، هو جزائري اللي خرج الاعلام الجزائري ودار فيه كروسه خاويه. دونك حنا دابا اون بوزيسيون ديفونس، وعندنا لا بوسيبيليتي داتاكي. هذا هو دابا الوسواس من الخناس اللي راه شاد دابا شنقريحه. شنو غادي يشري دابا شنقريحه؟ شنو غادي يشري؟ ها هذاك ديرها وين حبيت، راه مصيبة، راه زيفطوا عليها افيرتيسمون هذيك. يلاه حيدوا لنا، حنا بقينا نحاولوا دابا نهضروا بلطافة. دابا هادو القراعنة، هادو اللي كيدخلوا، لأن هما علاش القراعنة؟ هما كانوا قال لك 14 قرن قبل من الفراعنة داروا لي بيراميد، سميناهم القراعنة. دابا كيبروفوكيونا باش نتنرفاو ويسيناريونا. تحية بومدين، تحية شنقريحة، تحية شنقريحة، تحية تبون، تحية الجيش الوطني الشعبي الجزائري، تحية لا دي ار اس، تحية نزار ومدينة توفيق والعماري وكوجير وبن علي بلعلي، تحية الجزائر، فيفا الجيريا، 1 2 3 فيفا الجيري. نص صباح بكري وروح تجري باش تلقاها ما تشري. شوف المهم نخليكم على خير، حنا دابا غير قلنا حنا تا شي شي من البرازيل الخردم. شوف هما اصلا هادي واحد الكاطرون ولا تخوازون، ودرت واحد لي ريشيرش ولقيت وتاليكم داك الوقت ان لي جينيرو راه ما كيشريوش السلاح، راه كيجيبو غير لي فاكتور، فلوسهم كيهربوها عن طريق ديك اللعبه. راه حنا نشريو السلاح، راه ما كاين لا سلاح لا والو. هذاك السلاح اللي خرجوا بينه في اول في 5 جويليه، راه غادي 5 جويليه وغادي نشوفوا الاستعراض. هذاك السلاح اللي خرجوه، هذاك السلاح اللي خرجوه في 5 جويليه، واش هذاك هو السلاح ديال الملايير؟ شو بعدا غير داك الطوموبيل اللي راكب عليها شنقريحه وتبون، ها هذيك هنايا ما نبيعوش فيها حتى النعناع، ها واش هذوك الكاميوات هما ديال الملايير اللي خسروها في الاخر؟ موري لي قادوس قال لك اس 300، موري لي العيبه والطيار كيصوقهم حرس الثوري، ها هذوك هما الملايير. كانوا كيديو فلوس وكيديروا الملايير على برا، وكيقولوا حنا شينا السلاح باش نواجهوا العدو المروكي. هادشي اللي كاين، ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه. المغرب اليوم
المغرب اليوم الى في لو بون شوا اللي كان خاصو يديرها 40 عام الحمد لله راه دار دابا، هي العلاقه مع اسرائيل، فهمتي؟ وهادو اللي كيعيروا اليهود راه تبون راه عطا 100 مليون ديال الدولار، 100 مليون ديال الدولار العباس قال لي سير عطيها رشوة ودير لي وساطة غادي نتهلا فيك. تبون اش قال لي عباس؟ قال لي خذ فلوس حلالا عليك. الايباك اكبر منظمة مؤسسة مالية في العالم، الملايير عندها، هما اللي كيختاروا رؤساء فرنسا واوروبا وامريكا، سمعتي؟ راه فيها المغاربة، المغاربة يحكمون العالم، المغاربة ثم قال ماذا؟ يحكمون العالم، المغاربة ثم قال ماذا؟ يحكمون العالم. أوكرانيا اللي دخل في الصراع شرق غرب، أوكرانيا اللي دخل في الصراع روسيا وأمريكا، اللي دخل في الصراع الشيوعية والليبرالية، ما خداش السلاح اللي خداه المروك. يا المروك يا المروك يا المروك، صعيبك معين يا الرك. شتي المغرب الجن يشدوه يديروه في القرعة ويسدوه عليه. راه قلتها لكم واحد النهار، قلتها لكم، راه كاين واحد الفيديو قصير، راه ماشي المغرب، راهم جنون، راهم جنون، راه جنون يهبطوه للارض الجن. ها قال لهم الركراكي ندي لكم ديمون، راه شويه ما يدي لكم ديمون، راه جنون. والله العظيم مغاربه الا جن، والله شوف، والله العظيم ديك وتصور دابا، تصور هذوك الجنون طلبونا الناس النارين المسؤولين وداكشي، قال لك ميكو على لا فرونس عطنو تما كذا سبونسورين، المغاربه داخلين في سبونسور واليهود هما داخلين في سبونسور وفلوس، وخلي فرنسا مع البرازيل. ها ما ها المغرب تا قال لي الاخر، قال لي كون مشات الجزائر تدي لا كوب دي موند، هو مشى لا كوب دافريك جاب نقطة تعادل واحد، واتهموا المروك، قال لك المروك سحر ليهم، ونهار واحد خينا تا هو غماق هذاك اللحية هو ديال المخابرات، قال لهم انا غير عطوني الطيارة زيفطوني غادي نرقيهم، وزيفطوه دخل التيران ومطمطهم سرحهم وطبطب ليهم كيما دار ماكرون، هي خرج عليهم محرز مع مرز قال بيلانتي، ضرب بيلانتي في العريضه كلاصاو الاخرين. ها ودابا ولاو كيضربوا مع النيجر، هما عطاو الفلوس للميصرة، راه ولاو منبوذين اصاحبي، عطاو الفلوس للميصرة الفاليزات باش تلعب ماتش اميكان، الميصرة جات عند المغرب قالت ليها انا نعطيك فلوس ولعب معايا، المغرب يبا باسي على كيس. بالمناسبة على كرة القدم نعطي واحد التوضيح لشي ناس، كان واحد لاكوب دي موند جون سي با واش ديال لاكوب دي موند غتأورغانيزا في المغرب، كانت غتكون في البيرو وعطاوها للمغرب، واش بوليفيا ولا البيرو ولا مانيش عارف، المهم انا ما معمرش، ولكن نعطيكم غير هاد لي كوب دي موند اللي كتغوتوا وتقولوا لاكوب داشي، وحدين راه كنشوفهم كيقول لك المغرب باغي غير ينظم غير ينظم كيخسر الفلوس، واش قارين شويه لو سبونسور، قارين ليكونومي شويه ولا غير كتهضروا؟ ها راه لاكوب دي موند كي كتأورغانيزا هنا سير الفيفا كي فينونسي با الماروك، وبالعكس المغرب غادي يربح، غادي ياخذ بوكو دو فري، المغرب غادي يربح بعدا البيبليسيتي، وغادي يربح لي فيزيتور اللي غايجيو، الجماهير اللي غادي تجي، وغادي يربح الراي العام اللي غادي يشوف المغرب كي داير، وغادي يشجع استثماريين يجيو للمغرب، وعاد غادي يربح بالاشهار، المغرب غادي يربح اي تظاهره المغرب كينظمها كيربح فيها. المغرب راه المغرب خصكم تعرفوا، نتوما اللي باغيين تقريو المغرب، نتوما العدميين السلبيين، انا كندويش على اللي ما عارفش مسكين الله يحسن عاونوه، راه المغرب دولة تجارية، قرا شوف، بغيت نقريك نوريك تمشي قلب على لو تريونكل دو، المركز التجاري الافريقي الاسيوي كان في ارفود في سجل ماسا، حتى في لالت سير سول عليه مولاي علي الشريف، سير سول على داك الصراع اللي كان ما بين الزاوية الدلائية والزاوية السملالية، وكان التجار بغاو يهربوا شكون اللي رانجا بيناتهم، مولاي علي الشريف سير قرا التاريخ ديال بلادك ابنادم، المغرب كان داخل في الباساج لا روت دي سال، المغرب اللي كان كيروز على الملح على العالم كيجيبها من السودان كيبيعها للسودان ويجيب بها للخدامه اللي يخدموا هنا جيش البخاري، المغرب اللي كان علمهم يستغلوا يجبدوا الملح من البحر، راس كل شيء كان يجي للمغرب، العطريه في المغرب لا روت دي زيبيس، المغرب داخل فيها
تفرج لي فيلم الفيديو كوميتير ديال لا رو دي زيبيس، تجي انت تقري المغاربه راه غينظموا واحد ماشي المغربي يدخل في شي افار خاسره والله لا يدخل فيها. لو بلو غرون اون دافير دابا بارمي لي بلو غرون اللي كيهضروا عليه اليوم في الميريكان في الصين هو محمد السادس، سي محمد الحيطي. راه محمد السادس اللي كتشوف فيه ماشي مجرد ملك، سي تان غران بيزنس مان، سي تان غران بيزنس مان كيضرب لي زافير الكبار كيدخلهم للمغرب. الا شكون اللي جاب، شكون اللي مونديون دي ماغرب سي الجيري، شكون اللي جاب لي مارشي الاخ نوش وجابوا جابوا سميتو البن جلول ديال بي ام سي، شكون اللي جاب البن صلاح، شكون اللي جاب راه سي لو روا، سي لو روا كي فيزيتي لافريك وكريا دي بارتناريا ايكونوميك كوميرسيال. الملك هو اللي فتح الباب افريقيا. افريقيا حنا شادين لي بنك، حنا شادين تيليكومونيكاسيون، شادين الباتيمون، ها شادين الباتيمون، شادين لاغريكولتور، حنا هما اللي كنديروا لا فيرتيليزاسيون دو لافريك، حنا اللي هما اللي كنكريو لهم ليكيليبر اليمونتير اي لا سيكوريتي اليمونتير. المغرب تحسب المغرب، المغرب تجي تقري تقول المغرب راه جاب تاد الهوره وخسر فيها وتبغى تنوضوا غير داك الروينه بحال اللي كنتو ديروا الموازين. المغرب كيشيط الزبل ديال الفلوس في الاشهار ديال الموازين وكيقول لك الموازين راه كانت بالفلوس، هذوك لي ستار اللي كانوا يجيو بالفلوس راه 9 ميل درهم غير دوزيام رونجي، دوزيام رونجي بروميير في اي بي 9 ميل درهم في اي بي باش تفرج في الموازين. كندير على لي ستار انترناسيونال، وكاين واحد كاين واحد الباك واقيلا بشي 12 ميل 13 ميل فيها حتى لوطيل حتى النباته باش تفرج لكل شيء ولا تفرج لوتو. 9 ميل دوزيام رونجي 3 ميل درهم، الزحا ما كايناش، الكورده ما تلقاهاش، نجبدها لك راه عندي هنا ما تلقاهاش. بنادم غير كيدوي يدخلوا الذباب ويبقاو يدويو. راه المغرب راه الجزائر راه كتنظم في التظاهرات دابا تشوهت التظاهرات العربيه، حقروا الدراري هما كريسه ودابا لاربيت هجموا على ضربوا الفرقه ديال النيجر. المغرب لا بون ايماج، حنا اون اكسبورت لا بون ايماج. تقول لي علاش كينظموا فيما كاش يعطوها المغرب، حنا ما كرهناش نظموا كلشي نظموه في المغرب. هذا ادم حماده سيتا لوجيسيال كاع ما ديو عليه لان كيقول لا ميم شونس. سمعتي ديما المغرب لي مونديون دي ماغرب، هذه هضره بكري كنسمعها من 65 وانا نسمع لي مونديون دي ماغرب ولا القسم. الدار انتم اللي كتسمعوها دابا في لي ريزون، انا ملي كنت صغير عندي 8 سنين كنسمعها. الحشيش البوساليدين هذا عشت فيه انا، انا جي فيكي دون سو موند و جو بونسي واحد الوقت راه يكونوا تبدلوا ساعة زادوا كتار 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 كتار، ولكن سي تو تافي نورمال لان ان افونس با ان ركول. قال لهم ايت احمد لي جون اون في ان با اون افون، كان يقصد المغرب ها بوغ افونسي، اي لالجيري ا في ان با اون اغيير بوي ان با اون اغيير جيسكا تومبي دون ان بريسيبيس سون فون. دارت خطوه ورا خطوه اللور طاحت في واحد الحفره ما تقدرش تخرج منها. انا كنهضر معكم تيموان، كنهضر معك كوم تيموان، سمح لي انا ما كنهضرش معك كنسبك ولا نعايرك. كتقول لي بو سبير، كنقول لك كاين لي بوغدال في الجزائر بارتو عندنا عاديين. انا عمرني جي جامي كونسيديري كو لا ما كنتش نعرف كاع سميت بروستيتيسيون، ما كنعرفهاش هاد لو تيرم بروستيتيسيون، ما كنتش كنقولو كاع اصلا او الدعاره بالعربيه، كنقولو بوغدال عادي. كيبان لنا عادي، كيبان لنا عادي، تي كومبرون، كيبان لنا عادي لان حدانا كندوزو حداه حداه و ان باترون في الدفا في الباتيمون عندنا تبنى عاديه عاديه. الحمد لله اوني باسي على شي اندستري مالك، حنا اون برودوي. شوف 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 اسمع حماده، ياك انت جزائري، ياك الا كنتي جزائري ولا ما كنتيش دوك الذباب ديال حتى ديال هنا راه فيهم. انا نعطيك واحد ليكزومبل، شوف مثلا نتوما محرومين، العالم كله عارفكم اللي محرومين، شكون اللي برقق فيكم انكم محرومين؟ شكون برقق بكم انكم محرومين؟ ماشي دوك لي ريزو سوسيو ديال يبكيو المجاعة. غندخل معك القاصح دابا، سمعت؟ غندخل معك القاصح شي حوايج ما نبغيش نديرهم، غندخل معك ليهم. اش نقولك محرومين؟ 4 سنين ولا 50 15 عام شحال نتوما كتسناو ملي تبو نتوما كتسناو باش تبقاو تشريو الطوموبيلات جداد، ما وصلتوش. دار فيكم واحد لا فافور، قال لكم غتبقاو تدخلوا الطوموبيلات اللي عندهم 3 سنين، دار لكم فيات 500، جاب لكم 300 فيات 500 با
pour 25 millions d'habitants. هذه ما تجيبهاش لأن هذه شو هذا شنو غادي يديروا شوف خيرنا جوستمون هاد لاغوكات اليوم في قلب العاصمة هي بلدية باب الواد بلا ما نهضرو خطر يديروا لنا لا ميزاغ نواغ كيقلبوا في الطوارو ديال الزبل سمعتي غادي نجبد لك وحدة صيبة وحدة صيبة اسمع الحركة بعد دخول فرنسا لبلادنا من 1830 شفنا الأرض تسقمت شفنا الجبال توطات سير خليه من الناس نحن اعترفنا بإسرائيل وإحنا كنا معتزين فيها من عام 1988 لكن اعترف سمعتي؟ شوف كتعيرونا في فلسطين هاو ياسر عرفت شوف نعود لك اللقطة من الأول ما عندنا ما نديرو بهذا الشيء نحن اعترفنا بإسرائيل وإحنا كنا معترفين فيها من عام 1988 هذا ميساج صحاب الداخل عندنا هذا صحاب ظالمة أم ظلومة نحن اعترفنا بإسرائيل وإحنا كنا معترفين فيها من عام 1988 لكن نحن اعترفنا بإسرائيل وإحنا كنا معترفين فيها من عام 1988 نحن اعترفنا بإسرائيل وإحنا كنا معترفين فيها من عام 1988 يلا هذا رئيس السلطة الفلسطينية ياك ماشي المغرب ها الزرواطة شتيها هاي ها الزرواطة ها حمادة ها الزرواطة شتي راه كيردوا اللي باغي ينضموا لكوب دافريك بلاتي غادي نجبد لك اللي كتقول الجوع نوريك الجوع فين كاين الجوع بلي ريزو ديالكم بإضاعتكم ردت إليكم الله العظيم ما عندك الوجه اللي يحشم لا ما فوزات لي ما عندكمش الوجه اللي يحشم نهائيا هذا لا ديال هاي البسطيلة عند رشيد توصي ما عرفوهاش ها البسطيلة عند رشيد توصي ما عرفوهاش جودو معنا احنا لا قال لك ديالنا ما ديالنا considère qu'ils sont scandaleux ils sont scandaleux avec la politique d'Emmanuel Macron on avait le et en même temps là on a le un pas et demi سمعت الكلمة إلى السيد وزير الداخلية والجماعة المحلية للتعقيب هو الكل يعلم أن الجزائر مستهدفة من قبل خاصة الجار الغرب مع الأسف الجار السوء هو الكل يعلم أن أنت قلت حنا اللي دايرين لهم الطوابير هذا الجواب ديال الوزير أنت اسمع اسمع هرس طيح هاي هرس طيح هرجع هذا ما عندكم هذا الفيديو ها عندنا السلام عليكم سلام كيفاني شنو كدير هنايا بالك وحدي شنو دير بك بالك شنو دير بك اه علاه معليش بابا تخدم عليك لا ما بغيتش تاش قال لي هادي ديالكم الدري صغير كيجمع في الطارو وجمع قال لي بنجمع هذا الحديد وجمع نبيع قال لي شنو دير به قال لي نشري الكسره عرفت شنو هي الكسره شري غير الخبز
اسمع حمادة، سير وكل هذاك السيد هذاك، حنا ما كنتشفاوش، حنا كنامنوا، حنا رحنا دايرين حرب ضد الفقر والهشاشة، لا هاد العدميين وهاد السلبيين وهاد السوداويين ما شايفيناش، رحنا دايرين حرب من أجل محاربة الهشاشة والفقر والجهل والأمية، لأن هاد السياسويين وهاد هاد لي زوغاتور وهاد الديماغوجين كيعرفوا يلعبوا بالناس اللي مساكن ما قاريينش، بالناس اللي ناقصتهم ثقافة مع الأسف. حنا كنحاربوه، نتوما شوف شنو عندكم، وحنا ما كنعيبوش عليكم، نتوما دولة بترول خصكم تعندوا مع السعودية ومع الإمارات ومع البحرين ومع حاضينا، حنا ما عندناش اللي يموت بالجوع هنايا، كاين اللي يموت بالجوع الفكري عندنا هنايا، باسكو لا فان الجوع هو اون غوند بارتي الجوع المونطال، أخطر حاجة هو الجوع لا فامين مونطال. إذا كان المونطال ديالك جيعان تبقى ديما جيعان، كاين فرق ما بين المونطال والمورال، المونطال مونطالمون تيز النافامي، وانتوما فوزات دي زافامي كتهضروا عندكم لا بروستيتيسيون تلوحوها لينا، فوزات افامي تقولوا بلاد الجوع، ومحقورين تقولوا بلاد الحقرة، ياك، وعافسة عليكم فرنسا وتقولوا لنا حنايا اليوطي، حكمنا اليوطي، ألوغ فوزات كونسيون كو لو ماروك سي ليبيغي دو لا فرانس. Et que le Maroc n'a jamais été colonisé. Le Maghreb n'a pas été مستعمر. كانت حماية تقول لي يطلبها الملك، أم بعد يطلبها الملك، إي أون بعد كانت تكون سيبة تكون لاناغشي تكون شي حاجة، كان تا مشكل، الله يجازيهم بخير، ياك؟ صوبوا لنا شي حاجة، أنتم راكم البلاد مصوبة، جاهزة للأكل، الطرقان مصوبين، لي زوبيتو، لي زيكول، لي ليسي، لي غار، لي غاروتيير، لي زايروبور، لي بور. تاكم بيت مصاوبة لي زيموب لابيتاسيون باغاي، حنا شاطونا، حنا صابو لا كارد وجداو لا كار واحد الطريق وصابو فين يسكنوا لي كولون، سي تو اون بارتي. اما نتوما الفيلاج عندكم، الفيلاج الى فرونسي، الفيلاج لا مشيتي للمسرقين ولا العبرية ولا راس العين ولا بن سكران ولا العين فزا ولا ياك، تلقاها بني فرونسي ليغليزي تو سا لي فيلاج. اما حنا لي فيلاج لي فرونسي نيون جامي ايتي، ما دايرين والو، ياك لي فيلاج الجيريان سي لا كونستركسيون فرونسيز، فرنسا بلاتكم تاني فيلاج. دخل معايا انايا في نقاش، قول لي المغرب راهم يموتوا بالجوع، انا جاوبتك بيا قلت لك علاش انا دخلت المغرب ما متش بالجوع، انا بعدها انا هنايا انا هو فار التجارب، انا هو لو كوباي، فار التجارب هو انا، علاش انا ما ميتش بالجوع؟ علاش انا راكده وتمونجي دابا غوتخيتي لا غيتار هضرو سير خد من هنايا كونت بونكار الحمد لله، عايش ماشي بورجوازي لا لا لا. Moyen, à la rigueur, je suis heureux au Maroc. Donnons. On n'arrête pas de donner. Et on m'a dit, je ne t'en veux pas. Le Moyen, je suis heureux au Maroc. 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 Je شكون هو دي سومي؟ حنا دابا كتشوف لينا ناشط مقصر بالقيطاره ومبرع دار بوحدي هنا، دار قد الخلا يجيو يطلعوا لي انا بغاو شي حاجه بوحدي قد الخلا، فهمتي؟ مبرع مع راسي وندور الطوموبيلتين المغرب كامل وكندور في كازا كامله ونصور ونعطيكم. حنا سومي، شكون سومي؟ هذاك الملك نبوسوا ليه يديه طق يا طق من المورا، ملكنا هذاك راه نحماقوا عليه، اون لو ريسبكت، راه ملكنا حنا، اوني با سومي، سي فو كي سومي، soumis à la misère et soumis à la torture et à la frustration. Je connais l'Algérie, mon ami, je connais l'Algérie. C'est le discours de vous, qui vous êtes sur les abats et les ajdades. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Vous êtes sur des sujets, vous êtes sur des soumis, vous êtes sur des... Vous êtes sur les gens, vous êtes sur le Malik. Vous êtes sur le Malik, vous êtes sur le Malik. Et Allah, il a dit la joie d'Allah. Il y a le Malik qui est là. ما كيدور والو 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 والو، كيخرج بالليل راه الناس كيتسناوه دابا بولفار المسيره غير باش يسلموا عليه ويتصوروا معاه، كيخرج يدور على رجليه، يا طق يا بلمو يا طق يا التندراره، انت جاي من بويه ولا متندراره ولا منين جاي ولا بني بوبلان، نفس الهضره كتقولها، نفس الهضره انت وداك فناك وداك، روح قلب لك على شي خدمه اخرى، راه ما خدامهاش لك الملك ديالنا خويا، نبغيوه ونبغيو الملوك اللي جايين. انا كنت كنقولها واحد الوقت، كنقول له معاش الملك ديال دابا وديال الانفيني، انما ما تخدمناش حنا الشمهوريه،
هنا ما تخدمناش الجمهوريه، هنا تخدمنا المملكه، تخدمنا احنا. شوف واحد القضيه نقول لك، شتي الخوانا اللي كاين راه قلال، حنا رانا كثار. المغرب كله تقريبا كيبغي الملك ديالو ويتمنى ليه الصحه والعافيه وكيدعي معاه، وحتى الناس اللي كانوا ضد الحسن الله يرحمه راهم نادمين اليوم، اكتشفوا انهم كانوا ضحيه تخدير وضحيه دعايات وضحيه بروباغندا ديال الايديولوجيات. اليوم راه ما دوزوهاش على المغاربه. تحيه الناس تندراره، تحيه الناس تندراره، كنضحكوا لبويه وتندراره. شنو راه بكري كنا نقولوها، تندراره كانت راه في السبعينات، تندراره كانت راك عارف والو، يعني خشي عليا ولا لبيه ولا زديقه، لا زديقه مزيان. تحيه الناس تندراره، حنا كنضحكوا دابا شتي. شوف حنا لما كناش كنقولوا سيره دجاجه في تازا، تازا راه غير هنايا، كيقول لك ما بعيدا غير تازا. ابني بوبلان تعرف ابني بوبلان؟ ها اش لونير؟ شكون اللي عنده؟ شكون اللي ما عندوش لونير؟ نتوما ولا حنا؟ قال لك لونير نا با دو بري. شكون اللي ما عندوش لونير؟ نتوما ولا حنا؟ نتوما اللي مساكن كتفيقوا مع الخمسه ديال الصباح، ربعه ديال الصباح باش تشريو الحليب والخبز، الا ما خديتيش قبل من 8 ديال الصباح مشى الباغيت باريزيان. ها شكون اللي كيحرك البوطيات بالالاف وكيموت في البحر؟ واش نتوما ولا حنا؟ هذاك ماشي اونر، هذاك ماشي يشرفنا بالعكس، ان ما بيزما اوغوا شرف لينا، بالعكس لونور ديالنا، الشرف ديالنا هي نتلاقاو بالملك نبوسو به يدي. الا نتوما كيبان لكم سي ان ديزونور، حنا سي ان دونور. خصنا نعطيكم دروس ديال الملكيه، ما تعرفوش الملكيه، فوزات فيني دو نيل با لا جيري، سي ان فوس كوش، خصكم تعترفوا لا جيري نيكزيستي با. قول لي نو ميديا، ما نو ميديا وكوميديا. ها راه عندنا هنا واحد كوميديا عندنا هنايا، ها حنا شرف لي تقول لي سي لونور. شنو هو لونور؟ لونور هي نعصيو الملك ديالنا. ها الله يا ودي، الله يا ودي، هذا الشيء اللي كتحرضوا المغاربه. يعجبكم المغربي يقول لكم انا ما نبوش يد الملك، وانا وانا وانا. ها هذاك هو المغربي حر عندكم ياك، كاع اللي تبغيوه نتوما راه خصو يكون عدو المغرب، عدو الملك ديالو. ها نتوما راه ما كاينينش اصاحبي، فونيت انا عندي لي فيديو، انا اون باغاي اون باغاي، ولكن حنا كنقولوا لي ضربوا دوه، ما كتبغيوش تقلبوا. كون كان عندك الوجه يحشم كيوريك هذا الولد كيبكي باغي يقلب هادشي اللي كسر لمو، تحشم تكيتي لي اليوم، تبقاش تكومونتي لا انت ولا صحابك، ولكن ما كتحشموش، ما كتحشموش. والحمد لله المغاربه راه عرفوا وراه عاقوا بكم. He finished speaking, he turned back to the window, crashed down a cigarette, and retreated up to sleep. He never count his money. When he's sitting at the table, there'll be time enough to count them. When he finished, he didn't draw a daughter. Why did I say he couldn't hold a draw? Bla walu bla haja. حنا مقصرين وحنا يا شوف. مسالين قبنا وانتم حاضيننا. دابا يجاوبني اش غيدير شنقريحه مع الهيمرز اللي ناض هذاك؟ قال لك الميزانيه تاع الجيش الجزائري تفوق ميزانيه المغرب والجزائر معا. ها ها Hello darkness my old friend. عرفتيها لو دارك نسكا تهضر باش ما يديروش نهضروا دوتر، نديرو فيها شويه. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. ديك النهار درت 35 سكوند داروا لي نهضروا دوتر، هذا غير برقاقه غير البيا هذا. I'm just a poor boy
Do my story, send them tall. I've squared my resistance. For a pocket full of mumbles, such a promise. All lies and jest. Siri may hear what he wants to hear and disregard the rest. When I left my home, my family, I was no more than a boy. In the company of strangers, in the greeting. In the greeting stands a boxer and the fighter by his tray, and he carries the reminders of every glove that laid him down or killed him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, but the fire still remains, still remains. Lie, 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 lie. Truth is an arrow. After سيروا حاربوا الفقر في سوى المغرب. هرز هرز اطيع هاي هرز اطيع هرجع هرجع ايه السحر. السلام عليكم. سلام كيف هاني شي قدير هنا بك وحدي شي قدير بيك بك شي قدير بيك بيك باش يشري كسرى لمو. تبارك الله عليكم. خليت لكم الاذان لان الجاليه المغربيه تبغي تسمع الاذان. تبارك الله عليكم. وديما فيديو غير فيديو. كما قلنا في الاول الميساج راه وصل. المغاربه كلهم دابا ولاو عندهم نفس اللغه كما هما كانوا حاطين علينا. المغاربه اليوم كاع عاقوا بهم. هذا هو الميساج اللي قصدته. اما انا مواطن عادي ضعيف بحال جميع المواطنين المغاربه، ولكن لو كومبا كونتيني. Il faut gagner toutes les batailles. Là, on a une bataille, la guerre n'est pas encore finie. Nous sommes toujours en guerre. Ah, bien sûr, le seul pays qui nous impose une guerre, c'est le Jazair. D'où le seul pays qui nous impose une guerre, c'est le Jazair. Et malgré le peuple qui a un nadj, 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 malgré le peuple كل السياسيين الجزائريين، كل الجمعيات الجزائريه وكل المعارضين الجزائريين فهما ضد المغرب فيما يخص الوحده الترابيه ديالو، وحتى في النظام الملكي لانهم هما يكرهون النظام الملكي، لانه كانوا يتمناوا الامير عبد القادر كان كيتمنى اماره ويدير على امير المؤمنين، واللي هما براسهم كيعيطوا ليه امير. أو ديال لونور نو فغيان ديال شهرزاد ختي، ما فغيان ديال غير كيهديو دوي بلونور باش يعقدوا المغربي. هذا هو الحوار اللي كانوا كيعايروا به المغربي الاولين، اثروا عليهم ولاو كيناضلوا ضد الملك، كيقول لهم خصكم تحيدوا بوسا اليدين. هذا هو الخطاب اللي كان كيتوجه للمغاربه من الجزائر ومن بعد الدول العربيه القوميه وكذا والحريه
والعقليه الثوريه وهذا، وكانوا شي وحدين هنايا راه كاع راك شتي المحاولات ديال الانقلاب ومحاولات اغتيال الملك وهذاك الشيء ما بقاش ياكل اليوم. اليوم مغربي ولا كيعرف ان الملك كيبقى شان ديالو محترم، شانه اعلى والاحترام، حتى انه ما كاين حتى في الدستور اللي كيقول لك يعاقب من يوسي. انا كاين واحد الحريه مطلقه في المغرب، وراه ماشي راه ما كيفرضش على بنادم يجي يبوس ليه يديه. هذيك الولاء، هذيك البيعه ضروري، هذيك البيعه هي باش كنرجعوا الاراضي ديالنا. حتى الا دابا جاو تندوف وبشار وقناتسا والعبادله وتوا تقدموا لنا البيعه رانا ناخذوا الارض، واخا تنوضوا الحرب مع الجزائر ماشي مشكل، لان كاينه بيعه ديال القبائل، هما شتوا القبائل وبدلوا التركيبيه الديموغرافيه ديال تندوف، دخلوا لهم الشيوعيين ولا دروغ ودخلوا لهم المجرمين. تندوف ما بقاش ديك تندوف اللي كانت خلاها المغرب وقت فرنسا بعد التجارب النوويه، ولا فيها اكثر من نووي، ولا جميع مجرمين العالم مجموعين في تندوف. بين هذوك الناس كانوا عندهم انتماء مغربي وعندهم بيعه للمغرب، وبدلوا كاع ديك التركيبه، يفضلوا انهم يدخلوا الشيوعيين والبوليزاريو، وما يخليوش العلاقه الروحيه اللي كاينه ما بين مغاربه واللي كتربطهم هو الناس ديال تندوف، لانهم كينتميو للمملكه المغربيه. كذلك بشار دخلوا لها كاع الناس ديال الشمال باش يبدلوا حتى هي التركيبه الديموغرافيه ديالها، وما تبقاش ديك العقليه الملكيه اللي عندهم. اضرار لا ميم شوز، ولكن حنا اللي قدم لنا البيعه راه تابع للمغرب. اما لونور، لونر هو اللي عندنا حنا هما اللي مشرفين مكرمين معززين. لا ليبرتي توتال، خدم بني حتى توين ما كاش اللي يحيدها لك، بني العمارات ما كاش اللي يدوي معاك، بني اللي يعجبك خدم 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 خدم، وماشي ما دير والو تسنى الدوله تعطيك داك الشيء، راه ما خداماش. الا ما خدمتيش الدوله تعطيك شي امور اخرى تسهل لك الولوج، شي امور توفر لك مناصب وانت تكون موجود. تبارك الله عليكم، وتطلع عاود في شي فيديو اخرى. السلام عليكم.